حلم هيبقى واقع. حلو شوية صبر، شوية تركيز وروح أكتر ورجولة معتادة وشوية ساعات ونغني ونهتف بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. حكاية معروفة مكتوبة ومتشافة، بلد برجالتها في كل المجالات دايما مفرحانة، دايما قد المسؤولية، وفي الرياضة والكورة أبطال ومواقف عظيمة قدام أي صعب دايما في القمة. مع المصري ما تحسبهاش، ما تقولش يقدر ولا ما يقدرش، علشان هو دايما قادر يعمل اللي مش في خيالك. أكتر من 100 مليون مصري شايفينكم وفي ظهركم، حلمهم حلمكم ومستنيينكم في مطار القاهرة يحتفلوا معاكم بالمونديال إن شاء الله. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. خلاص احنا بنتكلم في 19 ساعه، اقل من 19 ساعه بحاجات بسيطه، 19 ساعه والحلم يترجم حقيقه، والحلم يترجم حقيقه حلوه، واقع جميل باذن الله. باذن الله بكره في نفس المكان اللي هبقى واقف فيه ده ان شاء الله نكون واقفين بنحتفل بمنتخبنا وهو في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، للمرة الرابعة في تاريخه بإذن الله بدون أي مقاطعة. بس احنا واثقين وعارفين ان احنا سايبين في السنغال رجالة قد المسؤولية هيفرحونا ويخلونا دايما كالعادة راسنا في السماء ان شاء الله، ربنا يكرمنا بإذن الله. انا عارف انه الكلام يعني دلوقتي خلص خلص، هنقول ايه بقى؟ خلاص يعني دلوقتي لعيبة نامت، هتصحى تروح على الاستاد تلعب المباراة، مفيش وقت بقى لتدريبات ولا اي حاجة، خلص خلص كل حاجة. الوقت دلوقتي بس هو وقت الرجولة، وقت الشهامة، وقت الجدعنة، وقت المصري الاصيل اللي بجد، اللي اكيد اكيد كل لاعب في منتخبنا هيبقى شايل مسؤولية 100 مليون مصري واكتر. شوف بقى انت نازل شايل مسؤولية، او شايل مسؤولية فرحة 100 مليون مصري واكتر. شوف انت بقى، شوف انت بقى، انت وضميرك. وانا عارف ان كلكم رجالة، كلهم رجالة، مفيش لاعب في منتخب مصر بكرة انا متأكد مش هيأدي اقصى ما عنده واكتر شويتين تلاتة عشرة. انسى انسى ان انت بكرة تقول ان اللاعب ده كان وحش النهارده، مستحيل مستحيل. بكره تحديدا هتقول بعد المباراه كل اللعيبه كانوا رجاله، وخليك فاكر اهو انا بقولها لك من دلوقتي اهو، بكره بعد المباراه هتقول كل لاعبي منتخب مصر كانوا رجاله، كلهم كانوا في احسن احوالهم، كلهم كانوا رائعين، كلهم كانوا قد المسؤوليه. جهاز فني ان شاء الله بقياده كارلوس كروش هيبقى قد المسؤوليه ان شاء الله بكره. يعني انا حقيقي متفائل، مش التفاؤل اللي هو، وانا قلت الكلام ده امبارح، مش التفاؤل اللي هو ايه يا عم خليك بقى صدر التفاؤل، الناس مش محتاجه تشاؤم بالليل واحنا خلاص كام ساعه، لا هو تفاؤل بجد. اللي حصل في مباراه الذهاب واللي حصل في كاس الامم الافريقيه مخليني متفائل جدا ان احنا قادرين ونقدر نقدر نسجل كمان في السنغال. عشان برضو النهارده بدا الكلام اللي هو بتاع التقارير، ومش كلام يعني هو ده التاريخ، بس يعني اللي هو الحاجات اللي بتهبط دي، اللي هو ايه احنا لم نسجل في السنغال ولا مره في السنغال، يعني أي مرة لعبنا فيها في ملعب في السنغال ما سجلناش ولا هدف. لا بكرة هنسجل، ولو ما سجلناش تخلص المباراة 0-0 ونصعد. بس أنا بقول لك إن شاء الله بكرة هنسجل، وإن شاء الله هنخطف هدف، وإن شاء الله هنخطف هدف بدري ويريحنا. بإذن الله كل الأمور هتبقى إن شاء الله ميسرة بكرة، إن شاء الله تبقى سالكة يعني. سالكة، مش هيبقى فيه أي أزمة. أهم حاجة التركيز ثم التركيز ثم التركيز. نفضل مركزين، وانا هكرر الكلمتين دول تاني عشان لعل وعسى حد من لاعبي منتخب مصر يسمع الكلام ده، واكيد هم عارفينه مش محتاجين يسمعوه مني، بس نكرره لبعض. يعني انت بتلعب مع منتخب عنده لاعبين كلهم في الانديه الكبرى في اوروبا، يعني الضغوط عندهم موجوده وبيعرفوا يتعاملوا معاها، التركيز بيعرفوا يحافظوا على تركيزهم طول الوقت، ما بيتخضوش ما بيتوتروش، وبالتالي
انت تركيزك ما يقلش في اي لحظه لحد ما الحكم يصفر. يعني ممكن تسجل هدف ان شاء الله ربنا يكرمنا، لسه ما صعدتش. المهمه بتتسهل ايه سنه بعد سنه، بس لسه ما صعدتش. ليه؟ انت بتتعامل مع ناس بتلعب في الدوري الانجليزي، اللي بيتعامل بيلعب في الدوري الانجليزي ده لحد الدقيقه 92 ونص لو خسران هدفين وثلاثه بيبقى بيحاول، فمش هييأس، مش هيهبط. عارف انت ساعات بتلعب مع منتخب او فريق يقول لك اصل الهدف ده هبطه، الهدف ده خلاه يتوتر. لا، ده مش هيحصل مع السنغال، فاحنا بالتالي مش هنحتفل في دماغنا. يعني ما نسرحش نقول احنا خلاص بقينا في كاس العالم، مين مجموعتنا في كاس العالم، الا لما الحكم يصفر. نفضل بنفس التركيز، بنفس التركيز ان شاء الله ربنا هيكرمنا. بكره اي حد يلعب، محمد الشناوي، عمر جابر ولا عمر كمال عبد الواحد، ياسر ابراهيم، علي جبر ولا ايمن اشرف ولا محمود علاء ولا رامي ربيع، اي واحد فيهم كلهم هيبقوا راعينه. هرجع لكم في الجزئيه ديت. فتوح ضامنينه، عمرو السوليه وحمدي فتحي والنني كلهم رجاله، صلاح طبعا طبعا مسنودين عليه، مصطفى محمد راجل، مرموش راجل، تريزيجيه راجل، كلهم ان شاء الله هيشرفونا ويفرحونا بكره. مفيش لاعب انا خايف منه. هتقول لي ما هو محمد عبد المنعم والونش غايبين، انسى. الراجل ده عودنا، الراجل ده كارلوس كيروش عودنا انك ما تفكرش في الاسم ومين اللي هيلعب، والامارات كثيره. عمر كمال عبد الواحد مره، امام عاشور مره، بتكلم في عبد المنعم يخش، الونش شويه، علي جبر ماشي، محمود علاء تمام، ايمن اشرف اوكي، في نص الملعب هتشوف مهند لاشين، ممكن تشوف دونجا، تشوف اي لاعب في منتخب مصر مع الراجل ده بيتالق وبيبقى مبدع، مبدع بالمعنى الحرفي. ما تقلقش بقى، ما تقعدش تشغل بالك، لا بس انا بكره قلقان من فلان، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. النهارده كارلوس كيروش قال كلام تحفيزي جدا في المؤتمر الصحفي قبل المباراه، قال كلام كعادته يعني شاطر قوي في المؤتمرات الصحفيه، شاطر. تعالوا نشوف كلام كارلوس كيروش قبل المباراه ونرجع نكمل كلامنا. لم نأتي للتعادل، نريد تحقيق الفوز أمام السنغال إيابا كما فعلناها ذهابا. امتلاء المدرجات بالجماهير السنغالية أمر لا يهمني، نحن منتخب مصر، المنتخب صاحب 7 ألقاب قارية، وهذا لم يأتي من فراغ. نحن المنتخب الأقوى في القارة السمراء، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد الجماهير بالتأهل لكأس العالم. جاهزون للقاء، وطريقة اللعب تتحدد وفقا لرؤيتنا وليس وفقا للخصم. نحن لا يهمنا الخصم، نريد ان نكون الافضل في المباراه. حصلنا على 46% من الاستحواذ على الكرة في المباريات الأخيرة، وفي كأس الأمم الأفريقية كان لدينا أكثر من 51%، ولكن كما قلت إذا أعطيتني هذا الفارق 5% من ذلك الوقت سأتمكن من خلق السحر داخل الملعب. نحن نحترم فريق السنغال، فريق رائع، مدرب رائع، لكن كما قلت It's a pity that the two best teams of Africa 3 months ago لا يمكنهم الحصول على 100% من الوقت. إنه لأمر مؤسف أن أفضل فريقين في أفريقيا قبل 3 أشهر يحتاجان إلى لعب ضد بعضهم البعض. إذا كنت أنا من أضع القواعد فسأقول وأقرر أن أفضل فريقين في كأس الأمم الأفريقية يجب أن يتأهل مباشرة إلى كأس العالم. Of African, African Cup of Nations, they should qualify directly to the World Cup. ان شاء الله ان شاء الله احنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يكرمنا ونصعد ان شاء الله عشان نثبت لافريقيا كلها وللناس كلها ان احنا كنا الاحق بالبطوله، وان شاء الله يكون لنا تواجد مشرف في كاس العالم باذن الله نكسر بالدنيا. لقد فازت مصر في لقاء الذهاب، ما يهمنا الآن هو التركيز على مباراة الإياب. إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، مهمة للغاية بالنسبة لكرة القدم السنغالية. لدينا فرصة لصنع تاريخ أمام جماهيرنا في ملعبنا الجديد، لذا أعتقد أنه من المهم التركيز على ذلك.
لدينا لاعبون رائعون، هدفهم الآن هو تمثيل بلادهم في أجمل المسابقات المونديال، والسنغال تريد المشاركة، كل اللاعبين يريدون المشاركة. اهلا بحضراتكم مره اخرى. تصريحات كارلوس كيروش فيها كلام مهم. اول حاجه لما اتسال عن قوه المنتخب السنغالي قال ان هو ما يفرقش معاه قوه اي منتخب بيلعبه، هو بيلعب نفسه، يعني بيلعب ضد نفسه، لو هو كويس هيقدر يكسب، لو هو مش كويس هيخسر. ببساطه دي الترجمه، يعني دي الترجمه او المقصد من كلامه، انه هو بيلعب ضد نفسه، لو هو كويس هيقدر ياخد اللي هو عايزه، لو هو مش كويس مش هياخد اللي هو عايزه. ده ليس تقليلا طبعا من منتخب السنغالي، ولكن ثقة في منتخب مصر، ثقة في المنتخب اللي بيدربه. قال ان المنتخب المصري اقوى منتخب في القارة الافريقية بحكم التاريخ. قال كمان انه المباراة دي مباراة يقدر فيها منتخبنا يصنع السحر مش المعجزات. لما سأل كده قال المعجزات دي بتاعت ربنا، ولكن احنا نقدر نعمل سحر بالكورة، كورة شغل حلو يعني، مجازي يعني، تعبير مجازي. منتخب مصر يقدر. لما سألوه على نسبة الاستحواذ وان منتخب السنغال تفوق بشكل طفيف بنسبة الاستحواذ المباراة الماضية، قال ان احنا تفوقنا في مباراة نهائي افريقيا بنسبة الاستحواذ، وقال ما يفرقش نسبة الاستحواذ معايا، انا لما همسك الكورة هقدر اعمل بيها شغل كويس، وبالتأكيد مفيش منتخب يقدر يسيطر 100% على المباراة. ده اشارة للمنتخب السنغالي. طيب نسأل واحد من أهم اللعيبة اللي لعبوا المنتخب مصر على مر التاريخ، من أهم المدافعين يمكن على الإطلاق في تاريخ منتخب مصر، اسم كبير في تاريخ النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، كابتن الكبير كابتن سمير كمونة. كابتن سمير مشرف ومنور وحشني جدا. حبيبي يا كيم وما شاء الله عليك، وانت عجبني جدا يعني، مش هقدر اقول لك برافو يعني، انا انت كلامي فيك مجروح بصراحه. انت حبيبي يا كابتن سمير والله، منور الدنيا. طيب المواجهه خلاص احنا بنتكلم في 19 ساعه واقل من 19 ساعه، ويمكن الكلام دلوقتي الاهم فيه شويه كلام تحفيزي وكلام مهم، واحنا بنتكلم مع واحد من الكباتن الكبار اللي لعبوا المنتخب مصر ولعبوا في مواقف صعبه كثيره. تقول ايه لاعبي منتخبنا الوطني قبل ساعات من هذه المواجهه الكبيره؟ كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نحقق الحلم يا رجاله. ده حلم كلنا بنتمناه يعني من كل يوم، بنتكلم في سنين. الكره دلوقتي بقت ملعبكم. المباراه الاولى عدت على خير الحمد لله، فوزنا 1-0. الاداء كان يعني مطمئن شويه او متوسط، انما المباريات النهائيه كريم ما بتبصش على الاداء اكتر من النتيجه. صح، معروفه بالنسبه للمدربين العالميين بيتكلموا في النقطه دي، نقطه مهمه جدا، انت بتتكلم في النتيجه قبل الاداء. صحيح، لان الاداء زايد يعني، النتيجه بتبقى محفوره في التاريخ في قاموس كره القدم، ان مصر كسبت السنغال او صعدت على حساب السنغال بالسنه والتاريخ والتوقيت. دي نقطه مهمه جدا برضه. صحيح طبعا، بالتأكيد. لازم تعرف برضه ان انت بتتكلم مع منتخب اول، تصنيف اول لمنتخب في افريقيا منتخب السنغال. الكواليتي بتاع اللعيبه على اعلى مستوى، لكن المباراه الاولى احنا قرينا الجيم صح. صح. ودافعنا كويس، هجومنا كان اقل، لكن انت خدت التارجت بتاع المباراه بتاعك. انت مكسب، مفيش جون دخل فيك، يعني توتال المباراه انت خلاص نجحت وجبت هدف. وحافظت على شباكك، ده النجاح الكبير بالنسبة لك بالنسبة لأول مباراة. لما سألوا أليو سيسين النهاردة المدير الفني لمنتخب السنغال، قالوا أنت عملت مباراة جيدة المباراة الأولى، قال لهم ما ينفعش أقول عملت مباراة جيدة وأنا خسرت 1-0، وبالتالي إحنا من حقنا نقول إن إحنا عملنا مباراة جيدة عشان إحنا اللي كسبنا 1-0. بالظبط، هو كده المدربين، أي مدرب واعي بيبقى عارف وعامل حساباته وعامل سيناريوهات للماتشات دي، هم ماتشين ويحقق الحلم. صح، هو عمل ماتش كويس قوي بس مصر كسبت. احنا عملنا ماتش كويس قوي في النهائي
ونسبه استحواذ عاليه ورحنا للجون وضيعنا وهم كسبوا بضربات الحظ. صحيح. هي الكوره كده. صح. فمش هتديك كل حاجه. صحيح. طيب كابتن سمير، بكره ان شاء الله او بعد ساعات يعني عندنا اثنين مدافعين جداد هيلعبوا المنتخب مصر، اثنين مدافعين مش جداد، اقصد بيهم ان هم ما بيخشوش في قائمه المنتخب في الفترات الماضيه، نصيحتك ليهم ايه؟ وتطمن جمهور مصر بايه؟ خاصه ان احنا بنتكلم في شكل دفاع المنتخب مصر كان دايما مميز سواء في كاس الامم الافريقيه او في مباراه السنغال الماضيه. والله يا كريم احنا طبعا مصر كلها من ساعه ما بدات فيها كره القدم مشهوره او مصر ولاده بالمدافعين بالاخص، يعني طبعا كل المراكز طبعا في نجوم كبار واساطير، لكن المدافعين تملي بتتكلم كعلامات. يعني اسامي لو قلت يعني هقول مثلا 10 15 اسم في المكان ده، لكن طبعا الظروف اللي حصلت لكيروش مستر كيروش طبعا الكروت للونش واصابه عبد المنعم، يعني الف سلام عليه. مزبوط. هو بيفكر، هو محتار على فكره، عنده اربعه كويسين قوي. يعني عنده ياسر ابراهيم وعلي جبر وعنده رامي ربيعه وعنده ايمن اشرف ومحمود علاء. صحيح. بيتكلم اربعه خمسه كويسين جدا، لكن مين اللي هيتناسب مع مباراه السنغال؟ مين امكانيات المساك اللي هتتناسب مع امكانيات لعيبه منتخب السنغال؟ هي دي نقطة مهمة جدا جدا. هو هينقي الأفضل والأحسن، هينقي واحد عنده سرعة وهينقي واحد عنده بيلعب بالراس وعنده جيكوف كويس قوي. أنت شايف ليه؟ مين؟ شايف مين؟ شايف مين يا كابتن سمير؟ الاثنين اللي لعبوا بكرة إن شاء الله. والله أنا شايف ياسر إبراهيم وعلي جبر، دول أنسب اثنين ورجليهم في الملعب، وعلي جبر بيلعب مع بيراميدز في افريقيا في الكونفدراليه وبيلعب ماتشات الدوري كتير ومش بعيد عن المنتخب. ياسر ابراهيم موجود مع النادي الاهلي بسبب مستواه، لعب بطولات كتير على المستوى الدولي، اخر مباراه كانت رجله في الملعب. صحيح. بعيد يعني ايمن اشرف ليه كل الاحترام والتقدير، كان بقاله فتره بعيد، رامي ربيعه بقاله فتره بعيد، محمود علي بقاله فتره بعيد. انا بتكلم برضو للسنس بتاع المدرب، هو بيفكر في ايه؟ هو بيفكر في واحد بيلعب بالراس كويس قوي، لان عندهم الفاولات الكروس باس كمان يا كريم طبعا. طبعا المشكله صعبه جدا، اي ثوابت صعب علينا جدا، هم كمان عندهم اطوال علي جبر عشان بيلعب بدماغه كويس. صحيح. وياسر ابراهيم نفس الكلام، وياسر ابراهيم بيجيد الرقابه، يعني نقى اثنين ممكن يمشوا مع بعض. مع ان خلي بالك اي اثنين هيلعبوا بكره الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لهم جدا. انت بتنقي اثنين في قلب الدفاع مش هيلعبوا اثنين جداد، ما لعبوش مع بعض بقالهم كتير، ممكن في التمرين احيانا انما مش كافي. صحيح. فدي برضه خلي بالك ممكن تاثر شويه شويه. وطبعا هم عندهم يعني عبده ديالو طبعا في خط الظهر مش هيلعب، وده لعيب مؤثر جدا. صحيح. وانت عندك الونش وعبد المنعم، فانا شايف يعني ان شاء الله ربنا يوفق الاثنين دول لو ليهم نصيب، او اي حد كمان يلعب يبقى راجل باذن الله ويقدر ان هو يحمي منتخب مصر ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن سمير كمونه، نجم منتخبنا الوطني الاسبق ونجم النادي الاهلي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب، الشركه المسؤوله عن توزيع تذاكر مباراه مصر والسنغال في دكار اعلنت عن نفاذ التذاكر بالكامل قبل ساعات من المباراه اللي هتكون على ملعب عبد الله واد بمدينه واتي، تبعد 30 كيلومتر عن العاصمه دكار. طيب، ده بالنسبة للتذاكر. عايز أقول لكم حاجة على أليو سيسي. أليو سيسي النهاردة قال كلام في منتهى الأهمية، قال إن جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة منتخب مصر باستثناء عبده ديالو، بس هو وقف عند نقطة مهمة جدا وقال إنه في لاعب هيبقى مؤثر جدا غيابه هو عبده ديالو، وقال إن هيقدروا يعوضوه بشكل كويس جدا. بس قال حاجة أنا وقفت عندها شوية، قال إن إحنا أعتقد يعني إن إحنا عندنا منتخب بكرة هيبقى في المونديال، هيبقى جاهز إنه يلعب في المونديال، هيشارك في المونديال، إحنا اللي هناخد بطاقة التأهل للمونديال، ودي يمكن نقطة من حقه إنه يقول كده بصراحة، بس أنا متفائل جدا بكرة إن مصر هي اللي هتصعد للمونديال. عجبني، أنا بحب الناس اللي عندها ثقة زايدة شوية. ثقة زايدة شوية. ماشي، خلينا نشوف. خلينا نشوف مين اللي بكره هيبقى في المونديال، وان شاء الله منتخبنا هو اللي هيبقى في المونديال. طيب، نادي اتحاد جده
النهارده اصدر بيانا قال فيه ان اخصائي التاهيل والعلاج الطبيعي الاسباني ايفان مارتينيز سيلتحق باللاعب احمد حجازي في المانيا اليوم الثلاثاء من اجل الاجتماع مع الطبيب الذي اشرف على البرنامج العلاجي للاعب في المرحلتين الماضيتين. وقال النادي انه سيتم وضع خطه برنامج التاهيل والاعداد قبل دخول حجازي في التدريبات الجماعيه للفريق، وده كان بعد الاصابه اللي تعرض ليها حجازي بتمزق في العضله الضمه خلال مباراه مصر والمغرب بكاس الامم الافريقيه. حجازي يقترب كثيرا من العوده لاتحاد جدة، إن شاء الله حجازي يكون موجود معنا في كأس العالم بإذن الله. عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي قال إن التشخيص المبدئي لإصابة مروان داود لاعب الفريق في مباراة المقاولون الودية اللي أقيمت مساء الاثنين هو إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وده وفقا لنتيجة أشعة الرنين المغناطيسية اللي أجراها اللاعب في الساعات الماضية. ألف مليون سلامة على مروان، يرجع تاني لاعب ممتاز عرفناه مع إنبي وعرفناه مع منتخب مصر، كان واحد من اكتشافات كارلوس كيروش مع منتخب مصر، طبعا لعب فترات قليلة يمكن في البطولة العربية ولكن يبدو أنه له مستقبل كبير جدا سواء مع منتخب مصر أو مع الكرة المصرية بشكل عام في أي نادي يلعب فيه. أنا بكلمك على مروان داود، كان في البطولة العربية عفوا مش الأفريقية. جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران الأخير وطلب منهم تنفيذ بعض الجمل الفنية وشرح لهم الأخطاء اللي كانت عندهم، قال لهم الفترة اللي جاية هيكون في جلسة مع كل لاعب بمفرده وهيقول له أخطائه وهيبدأ يعالجها. كمان في الزمالك فتح مفاوضات مع مهند لاشين لمعرفة رغبته في انضمامه للفريق من الموسم المقبل. مهند لاشين مرحب بالانضمام للنادي الزمالك لكن طلب أن المفاوضات تكون عن طريق نادي طلائع الجيش، لكن عشان عقده مستمر مع الفريق لمدة موسم آخر، والساعات اللي جاية هيكون في اتصالات بين مسؤولي الزمالك وطلائع الجيش للوصول لاتفاق بشأن مهند لاشين. واتجاه داخل الزمالك ان الصفقة تكون تبادلية مقابل اتنين لعيبة لطلائع الجيش وياخدوا مهند لاشين، واعتقد هيدفعوا مقابل كمان مالي. لاعب مهم جدا ولاعب رائع جدا، والزمالك في أمس الحاجة لمهند لاشين بصراحة، في أمس الحاجة اللاعب بديل لطارق حامد. يعني طارق حامد لما يغيب في نادي الزمالك المركز ده دايما فاضي. لاعب رقم 6 ده امام عاشور بيتوظف، بس هو امام عاشور يمكن شويه له واجبات هجوميه اكتر في مركز رقم 8، بس مش طارق حامد. يعني الجهاز الفني لنادي الزمالك منح محمود حمدي الونش راحه من التدريبات الجماعيه بعد عودته من صفوف المنتخب بعد حصوله على الانذار الثاني وتاكد غيابه امام السنغال، وتم وضع برنامج تاهيلي خاص له وهيشارك في المران المقبل بشكل طبيعي. كمان فيما يخص مباريات الاثنين، نتائج مباريات الاثنين 28 مارس في كأس مصر دول 32، النهارده بيراميدز فاز على لافينا اف سي، سجل هدف بيراميدز لاعبه احمد سامي في الدقيقه 35 والهدف امام حضراتكم. حاول لافينا، وكان عندهم اثنين لعيبه النيك نيم بتاعهم يعني او الاسم المستعار ليهم نيمار وسكولز، طبعا فاكرين سكولز بول سكولز اللاعب الشهير في مانشستر يونايتد يعني من الاسماء الكبيره، بس ما عملوش يعني ما فادوش النهارده الفريق، ولكن الفريق بشكل عام عمل مباراه كويسه قدام بيراميدز، وبيراميدز قدر يتخطى واحده اخرى من مفاجآت كاس مصر. طيب مباريات اليوم بقى، يوم الثلاثاء مباريات كبيره وعظيمه في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022. مواجهه مصر والسنغال هتكون الساعه 7 مساء في نفس التوقيت، نيجيريا هتواجه غانا، وكان مباراه الذهاب خلصت بالتعادل. المغرب هتواجه الكونغو الديمقراطيه الساعه 9:30، تونس ومالي الساعه 9:30، الجزائر والكاميرون 9:30. كل التوفيق ان شاء الله بكره المغرب والجزائر وتونس، وعلى راسهم ان شاء الله باذن الله او قبليهم منتخب مصر يكون ضمن الصعود، ويبقى اربع منتخبات عربيه شقيقه من القاره الافريقيه يصعدون جميعا لكأس العالم، وحاجة مفيش بعد كده فخر. كان المنتخب السعودي عن قارة آسيا ضمن الصعود لكأس العالم، يبقى خمس منتخبات حتى لهذه اللحظة يبقى موجودين في كأس العالم، ربنا يكرمنا إن شاء الله. طيب في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم مواجهة كبيرة جدا تجمع البرتغال مع مقدونيا الساعة 8:45 9 إلا ربع. خدوا بالكم مقدونيا اللي طلعت إيطاليا، فالمواجهة مش سهلة على البرتغال. النهارده كريستيانو رونالدو قال مفيش كأس عالم من غير البرتغال. ماشي، بس المفاجآت واردة. مقدونيا حلم كبير طبعا. بولندا والسويد هيلعبوا في نفس التوقيت الساعة 9 إلا ربع. وفي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، اليابان هتواجه فيتنام الساعة 12:30 و5، وإيران هتواجه منتخب اللبناني الساعة 1:30، والإمارات قدام كوريا الجنوبية الساعة 4 إلا ربع،
وسوريا والعراق في نفس التوقيت، عمان والصين الساعة 6 والساعة 8 السعودية مع أستراليا، وزي ما قلت لكم السعودية ضمنت الصعود إلى كأس العالم. تعالوا نروح نشوف آراء وتوقعات الجماهير المصرية لمباراة المنتخب أمام السنغال، ونروح بعدها نستقبل ضيوفنا الكبار الكابتن الكبير كابتن محمد صديق والكابتن الكبير كابتن أمير عزمي مجاهد. خليكم معنا. اللي احنا عايزين نقوله للمنتخب ان احنا كلنا وراه المنتخب، مهما كان وحش او مهما كان كويس احنا في ظهر المنتخب، ده منتخب بلادنا وما نقدرش نتخلى عنه ابدا. هو المنتخب يعني باذن الله باذن الله يعني يحقق اداء كويس في الماتش اللي احنا هنقابله للسنغال، المفروض يشد حلو لان السنغال يعني مش منتخب قليل، منتخب سنغال شديد، برضه ساديو ماني وباقي اللعيبه اللي فيه، عندك لعيبه بتلعب في نابولي ولعيبه بتلعب في لاسي اس ميلان، في لعيبه كتير قوي في السنغال شديده. ان شاء الله يعني محمد صلاح يديهم زي ما بيديهم طاقات ايجابيه على طول، اللعيبه تمسك نفسها شويه، مش يوم ما يلعبوا نص ساعه ويرخوا، لا تبقى في تشجيع لبعضيهم زي اللي بيعملوا اللعبه مع بعضيهم. وهم قد المسؤوليه وهيكسبوا ان شاء الله، هيكسبوا ان شاء الله 2-0 او 3-0 ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. بس اهم شيء ان هم يركزوا شويه يعني يلعبوا مثلا بتركيز شويه في الملعب، يقربوا من بعض، يلعبوا بقلب جامد ان شاء الله باذن الله هيكسبوا الماتش ان شاء الله. السنغال فرقه ثقيله وكل الناس عارفه ان السنغال فرقه ثقيله وكل اللي فيها محترفين يعني، بس احنا لو ركزنا في الملعب ان شاء الله ناخد الماتش ان شاء الله. قال لهم انتوا قدها وعديتوا بصعب اكتر من كده وشرفتونا في المنتخب، وان شاء الله هيكون ماتش حلو علينا. ان شاء الله نكسب الماتش ده، احنا عملنا ماتش حلو الماتش اللي فات، باذن الله الماتش الجاي نلعب زي ما لعبنا الماتش الاولاني وان شاء الله نكسب باذن الله. ان شاء الله اللعيبه رجاله وهتقدر ان شاء الله تكسب الماتش الجاي، وان شاء الله الهجوم بتاعنا يبقى احسن من اللي كان موجود هنا، ويبقى مصطفى محمد عنده روح اكتر علشان نقدر نفوز ان شاء الله ونوصل لكاس العالم مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اللعيبه رجاله ومعانا كابتن محمد صلاح نجم كبير وهيحفظهم وهيوعيهم ازاي كل واحد يمسك واحد. ان شاء الله الماتش اللي جاي المنتخب يعمل اللي عليه، وكفايه التعادل هناك او نتيجه 1-0 مش اكتر من كده، كلهم رجاله كلنا في ظهركم وربنا معاكم. احنا كلنا بنشجع المنتخب وقلبنا مع المنتخب وعايزين المنتخب يكسب. بالتوفيق وان شاء الله نفوز، و2-0 بالكتير، وان شاء الله صاحي دخل الهاتريك ان شاء الله بالكتير، ده الجون الاول في كان في الماتش كان حاجه ما شاء الله كويس قوي، والله عجبنا اول جون وبالذات ان في مندي يعني، ف ده حاجه تديك طاقه ايجابيه قوي ان المنتخب ان شاء الله يفوز وهينتصر باذن الله في عندهم. ان شاء الله كلنا مع المنتخب بامر الله، وان شاء الله صعد او ما صعدش احنا معاه لاخر نقطه، وان شاء الله ربنا يوفق المنتخب واحنا معاه في ظهره بامر الله، وان شاء الله هنصعد لكاس العالم. منتخبنا الوطني ولازم نشجعه ونقف في ظهره طبعا، وبنقول لهم كونوا رجاله واحنا وراكم وربنا معاكم ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق وكل الدعم لمنتخبنا المصري. اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني وينورني في هذه الفقره الحديث عن منتخبنا الوطني ومواجهته امام المنتخب السنغالي، هذه المواجهه الكبيره التاريخيه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. اثنين من نجوم الكره المصريه الكبار، الكابتن الكبير كابتن محمد صديق. كابتن محمد مشرف، اهلا بيك كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله خير الحمد لله. والكابتن الكبير كابتن امير عزمي مجاهد. يا كابتن امير مشرف ومنور كالعاده. اهلا بيك يا كريم، وسعيد ان انا معاك ومع كابتن صديق. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. البورد شكلها حلو. زي الفل. انا جاهز بالتكتيك على طول. جاهز. طيب كابتن محمد، الاول المواجهه دي مواجهه اكيد صعبه الف ب، بس في حاجات المفروض تطمنا. ايه اللي يطمنا بكره؟ ايه اللي يخلينا واحنا داخلين المباراه نبقى لا ثابتين شويه، ما نبقاش متوترين، ما نبقاش خايفين؟ احنا عندنا ايه يخلينا بكره في مواجهه زي ديت نبقى واقفين على رجلينا؟ بص كريم، يعني اللي طمنا ان ده الماتش الثالث في اقل من شهر ونص او شهرين منذ انطلاق نهائي بطوله امم افريقيا. لعبنا 120 دقيقه قدامهم، الحمد لله يعني يمكن خسرنا بضربات الجزاء، ما عرفوش بعد 120 دقيقه ما يجيبوش بينا اجوان. الماتش اللي فات كسبنا 1-0، عملنا منظومه دفاعيه او تكتيك دفاعي هو الراجل شغال عليه بقاله فتره كتيره من ساعه ما جه، حتى مع الفرق اللي كانت اقل من السنغال. لا انا باذن الله يعني انا متفائل الفتره اللي يعني بكره ان شاء الله باذن الله، مفيش فتره جايه، انت بتقول كلها ساعات يعني والماتش يبدا.
الراجل بتاعهم كمان ابتدى يتوتر، ابتدى يتوتر، ابتدى يخرج بره الجيم، ابتدى بيطالب الجماهير دايما ان هو ان هم يشجعوا، ويعني في حاجات كده اهوت بتخليك تطمنك. النهارده عرفت ان اللعيبه كلها في التمرين ما شاء الله يعني منتهى التركيز، منتهى الألفة مع بعض. محمد صلاح النهارده قاعد مع اللعيبه كلها، بس مش علام يعني مش علام منها دي خالص. لا لا لا، موضوع يعني تركيز اللعيبه وانه يلعبوا بكره برجوله وكل واحد يدي اكسترا المستوى بتاعه، انا دي مش علام منها خالص. التحرك السريع ايضا من مستر كروش، ان هو اول ما الثلاثه من اهم الثلاثه اللي متواجدين في قلب الدفاع حجازي والونش وعبد المنعم مش موجودين، اتحرك بسرعه وجاب رامي وجاب علي جبر. ويعني لا يعني هو محضر، مش ما عادش فكر كتير في ساعات. امير كان متحرك وجاب اللعيبه اللي عندها خبرات في المنتخب واللي لعبت قبل كده كاس عالم ولعبت قبل كده في افريقيا. فان شاء الله باذن الله انا متفائل. اصرار، عزيمه، تركيز، تنظيم جوه الملعب جيد. نعتمد دايما ان شاء الله باذن الله كل ما الوقت هيعدي بكره، كل ما هم هيتعصبوا، كل ما هم هيفقدوا تركيزهم، فممكن في الوقت ده يبقى في مساحات واسعه يقدر الناس اللي عندها سرعات زي مرموش زي صلاح زي تريزيجيه تقدر تشتغل فيه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن امير، انا هسال المدرب دلوقتي. انت راجل مدرب، تبقى داخل مباراه بتحط لها سيناريوهات. تمام. سيناريو انك تسجل، سيناريو انه يخش فيك هدف، سيناريو انك تحافظ على التعادل، كل دي سيناريوهات بتبقى انت حاططها. واكيد كارلوس كروش وتقسم المباراه برضو نفس القصه، وتقسيم المباراه بالظبط. نتعامل احنا بقى مع المباراه دي ازاي بكل السيناريوهات؟ اولا يا كريم، انت لو قبل المباراه انت مفروض عندك فرصه اكتر منهم، اللي انت كسبان هنا 1-0 صح، فالطبيعي اللي هينزل مشدود فرقه السنغال اللي هي محتاجه تتعادل، وبعد يفكروا في التعادل، وبعد ما يفكروا في التعادل يفكروا ازاي يكسبوا المباراه. صحيح. فالحته دي لازم تستغلها اللي انت لازم تبقى في الملعب. اول حاجه لازم يبقى فيه هدوء، ولازم بكره انت عارف ان انت بتلعب في دوله افريقيه، اكيد الحراره هتبقى غير ما بتلعب هنا في مصر. فلازم بكره اللعيبه تحط في دماغها ان الكوره هي اللي تشتغل، مش اللي انا اشتغل، لا الكوره هي اللي تشتغل. ليه؟ انت بتلعب مع في رطوبه وفي درجه حراره عاليه، فمحتاج ان الكوره تبقى في الرجل زي ما بيقولوا من رجل للرجل. ايوه. هتبدا تلعب الكوره الطويله، الموضوع هيبقى صعب عليك جدا، خاصه ان هم عندهم اطوال. وانت بتديهم فرصه اللي هم يجوا لك بالكوره. اول نقطه. تاني نقطه، انا لسه كنت بتكلم مع كابتن صديق بره، مهم جدا الشوط الاولاني اللي انت تحافظ على مرماك ما يستقبلش اي هدف، وكل ما الوقت زاد كل ما السنغال هيبداوا يبقى فيه اندفاع، هيبقى فيه مساحات. فلازم اهم حاجه بكره في 90 دقيقه، احنا ساعات بيقول لك ايه اما تلعب قدام شمال افريقيا يقول لك اول ربع ساعه مهم جدا. انا بقول لك بكره اول 45 دقيقه لو طلعت ان شاء الله متقدم او متعادل 0-0، فانا شايف دي هتديك فرصه ان الشوط الثاني هيبقى عندك زي ما كابتن صديق قال، هيبقى هتلاقي فين دفاع، هتلاقي نص الملعب بدا يطلع بتاعهم، خط الدفاع يطلع على نص الملعب، فهتلاقي عندهم ثغرات وهتلاقي عندهم مساحات اللي انت ممكن تستغل المساحات دي. مهم جدا بكره. يعني انا برضو عايز سريعا كده، لو انت بتتكلم على فرقه السنغال، هم محور ادائهم كله مندي رقم 6 صح، وده زي ما بقول لك ده اللي بيلعبهم كوره وده اللي بيطلب الكوره على طول. انا في اعتقادي بعد المباراه الاولانيه هو كل شغلهم بيبقى من اللي هم تجميع اللعب ويحط الكوره عشان سادو ماني يشتغل فردي على الراجل باك رايت، يا اما الراجل اسماعيل صار، وده لعيب مهم جدا اللي هو يشتغل. اللي بيميز اسماعيل صار في عن ماني اللي الراجل ده متنوع. الراجل ده ممكن بيطلع لك بره يخش لك جوه، يعني مش اللي هو محفوظ. فمهم جدا بكره اللي انت لو بتدافع، طبعا انا شايف اللي انت ما ينفعش تنزل بكره اول ربع ساعه تبقى ضاغط عليهم، لا انا ممكن العب بكره زون من 3 ارباع الملعب، خليهم ينقلوا كره، وبعد 3 ارباع ابدا اضغط في نص الملعب. كيروش معروف عنه اللي هو بيلعب 3 في نص الملعب. ومهم جدا بكره الثلاثه يضيق المساحات. انا زي ما قلت لك الاثنين دول اما بياخدوا الكوره اما بيشتغلوا لجوه مهم قوي. لو تفتكر ماتش كوت ديفوار، اسماعيل صار وسادو ماني، مهم جدا لو تفتكر ماتش كوت ديفوار في الامم الافريقيه، احنا نجحنا وكل الناس طلعت النني وحمدي فتحي والسليه نجوم المباراه، اللي هم كان ليهم دور مهم جدا في النقطه دي، اللي هي اللي هو الراجل ده لو بيتحرك لجوه مش هينفع الباك رايت بتاعك يبدا يخش معاه لجوه، اللي انت هتفضي للباك ليفت. فمهم جدا الباك رايت بيفضل هنا، والراجل الديفندر النني او السليه اللي ناحيه الكوره هو اللي بيقابل اللي جاي بالكوره لجوه. دي مهم جدا اللي انت المساحه اللي بين السيرد باك والباك اللي لازم بيغطيها، اللي بيغطيها الراجل الديفندر اللي هو الثالث في نص الملعب. فدي لازم هتديك بكره اللي انت اولا هتضيق المساحات عليهم، هتعمل لك كثافه في نص الملعب كبيره جدا اللي من خلاله تقدر يبقى فيه الى حد ما توازن في خط نص الملعب. مهم جدا بكره اللي ما ينفعش زي المباراه الاولانيه
اللي الكره تبقى على طول على ورا او على الجناب. وخلي بالك احنا سجلنا الهدف من تمريره اتلعبت صح من تحرك لمحمد صلاح في مساحه اتحطت له جاست يعني تشب خفيفه كده الراجل قطع وراح. وهم عندهم مشاكل في الحته دي. انت كولوبالي اه لعيب كبير وبيلعب في نابولي وسيسي اللي هو هيلعب بكره بيلعب في اولمبياكوس. الناس دي عندها اطوال بس عندهم مشكله في المرونه والرشاقه. واي لعيب طويل حتى انا لما كنت بلعب اي لعيب فوق ال 190 سنتي خط الدفاع هتلاقي عنده حته الترنات بعافيه شويه زي ما بيقولوا. فمهم جدا النقط اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي ان شاء الله بكره نشوف. الحاجه الثانيه الكور الثابته الماتش الاولاني انت لو شفت عملنا 35 فاول الشوط الاولاني دي نقطه مهمه جدا. وخلي بالك انت هتلعب بكره هناك مع احترامي بقى انت هنا يعني هناك انت عارف في افريقيا ممكن واحد يروح هتقول لي فار مش فار ما مش لازم انا يعني ايه ابقى حاطط اللي فيه فار. انت العب الماتش ده كان مفيش فار صح. فخلي بالك الكور الثابته هم عندهم اطوال وانت ما عندكش اطوال بالشكل الطبيعي فهتلاقي بكره كل ما تعمل فاولات كل ما الدنيا هتبقى خطر. فلازم نقلل الفاولات من على الجناب زي يعني ما نعملها زي الماتش الاولاني. الحاجه الثانيه الثوابت اللي لينا هم عندهم مشكله فيها. ايوه وده ظهر في كره الونش صح. اللي هي جت في كتفه ومصطفى محمد. ولو تفتكر برضو ماتش كاس الامم الافريقيه الونش جاله اثنين على البعيده اتلعبت له على البعيده لو كان في تركيز كان ممكن يحرز اهداف. طيب ده عظمه جدا. الجمله الشهيره ان هو احنا نعرف ندافع كويس يا كابتن محمد ونعرف نشتغل كويس دفاعيا نخرج بالكره ازاي. بص يعني قبل ما نتكلم على الدفاع احنا بندافع كويس او بندافع وحش. احنا مميزين جدا جدا في الدفاع الجماعي لان انت عارف في فرق بين الدفاع الجماعي والدفاع الفردي. يعني كان عندنا مشكله يمكن امير قالها دلوقتي الواحد ضد واحد والواحد ضد اثنين. ماني عدى كتير جدا من ناحيه خاصه في الشوط الثاني. اسماعيل صار عدى كتير من فتوح ومنها اتحرمنا من كوره من الونش خد انذار ثاني من في موقف برضه واحد ضد واحد. فاحنا عندنا مشاكل كتير جدا في الواحد ضد واحد. لكن على المستوى الدفاع الجماعي احنا يعني بنسبه 75-80% بنتعامل كويس زي ما امير قال. لازم نقلل الفاولات اللي حوالين ال 18 الجانبيه لان هم مميزين جدا في الكرات العاليه. ولهذا يعني الراجل جاب علي جبري عشان طويل وموجود محمود علاء ياسر ابراهيم ما شاء الله لما نزل برضه ما حسيناش بفرق كبير لما كان عبد المنعم موجود. نخرج بكره ازاي هي دي المشكله بقى يا كريم. يعني احنا يعني لو جبنا الجون اللي جبنا هنلاقي ان في تواجد من عمرو السوليه هتلاقي تواجد من نيني على ال 18 كان في تحول هجومي لازم يبقى في مسانده. طالما بص يا كريم انا في الاول وفي الاخر انا ما بلعبش 11 شبح هم 11 لعيب كوره وانا 11 لعيب كوره او 10 و10 وانا متواجد في يعني وانا متواجد معايا الكوره لازم يبقى في بعد الاستحواذ لازم يبقى في حركه من صلاح من تريزيجيه من مصطفى عشان انا اعمل حلول للاعيبه نص الملعب خاصه نني وعمرو السوليه لان هم عندهم حريه ان هم يزيدوا من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. يمكن حمدي فتحي قليل جدا ان هو بيزيد ولكن انا اتمنى من النني لما نوصل لمرحله نص الملعب يمكن احنا بنعمل بيلد اب من تحت كويس بنعمل بناء كويس بالكره حتى الشناوي لما بيمسك الكره بيبقى في ثقه ده كل ده مفيش مشكله. حتى الضغط الجماهيري برده هم لعيبه كبار. عمرو لاعب كاس العالم مرتين ولعب قدام بايرن ميونخ وقدام فرق كتير جدا فما اعتقدش ان هو هيبقى عنده مشكله ان هو يقعد يلعب لورا كتير. فاتمنى ان شاء الله باذن الله لما يحصل تحول في التلت اللي هو بتاع نص الملعب يبقى دايما التمرير للجزء الامامي. ده اللي هيعمل فرق كبير جدا خاصه لما يهاجمونا هيبقى في مساحات وخاصه ان صلاح ما بيشتغلش دلوقتي طولي لا بيشتغل بشكل قطري كويس صحيح. بيشتغل بشكل طولي بيخلي الظهير الايسر اللي عنده هو مش عارف هو يتحرك ازاي صحيح. ومنها الجون اللي جه لو شفنا صلاح متحرك قطري مش متحرك طولي. اتمنى ان شاء الله ان السوليه والنني وحمدي ان هم طالما وصلنا نص الملعب يلعبوا للخط الامامي اللي فيه مصطفى وتريزيجيه ومحمد صلاح. طيب عظمه جدا. نفس السؤال يا كابتن امير وعايز حضرتك تشرحه لي كمان على البورت. فكره الخروج بالكوره دايما احنا لما نيجي نلمس الكوره في واحد دايما بيضغط علينا يعني في واحد من السنغال بيضغط على كل لاعب في الملعب لدرجه ان الشناوي لو خد الكوره وحب يعملها طولي وعايز يواجهها لحد هيلاقي حد بيدخل دفكه الكوره بسرعه. هي فكره فقدان الكوره بسرعه هو اللي بيرهقك شويه في المباراه ان انت ما تلحقش تتحرك الكوره. نتحرك ازاي؟ نلعب الكوره ازاي؟ نوجد الحلول ازاي؟ نوجد الحلول. بص انا وانت بتسال انا ظبطت حاجه كده معينه. انت النهارده كريم انت زي ما انت بتقول انت عندك مشكله في طلوع الكره اللي انت ما بتلعب باتنين سرد باكات بيتضغط عليهم فبتضطر تلعب كره طويله. معلش انا هقطعك سنه. قول لي انت كمان الاثنين المدافعين اللي عندك بكره
مش شاطرين قوي في الخروج بالكوره، يمكن محمد عبد المنعم كان بيعملها شويه، حجازي كان بيعملها شويه، بس الاثنين اللي عندك بكره مهما كان اسمهم مش من الناس الشاطره في الخروج. انا معاك في دي، بس انا شايفه كريم انت انت بكره الراجل معروف اللي هو بيلعب 4-3-3 صح، 4-3-3 محتاج اللي انا النهارده لو نفرض الشناوي معاك كوره محتاج انا بكره اللي الباكين بتوعنا لازم يزقوا على نص الملعب. حلو تمام، انا شايف اللي الراجل هيعمل كده بكره وانت توقعي اللي هو هيلعب بليبرو، مش بليبرو ليبرو، هيلعب اللي مثلا لو سي قلنا حمدي فتحي زي ما بيأديها في النادي الاهلي هيبقى متاخر شويه في حاله بناء الهجمه او في حاله الكوره مع فرقه السنغال. هي. فاحنا لو قلنا هنا الباكين فتوح مثلا وعمر جابر لو فتحوا هنا انا عندي الباكين سرد باكين مثلا لو سي قلنا محمود علاء مثلا وقلنا ياسر ابراهيم ولو حمدي فتحي نزل، انت النهارده لو لعبت بدات كده الراجل بيستلم عندك اللي ده ممكن تلعب مع الراجل ده ممكن تلعب مع الراجل ده في نفس الوقت ده هيضغط عليك عندك فرصه اللي انت تلعب كره من الشناوي يلعب على الباكين هنا فمن خلاله اللي انت تقدر هتوجد مساحه لاي لعيب يستلم الكره بس الاهم من الكلام ده كله اللي لازم وانا بتحرك لازم وانا بسلم الكره لازم يبقى في حركه من اللعيبه. أيوة. يعني ما ينفعش النهارده راجل معاك كره ودول الناس دي واقفه مسلمه نفسها طب انا هضطر اعمل ايه هيضغط عليا هضطر اعمل ايه كولي. العب طويل بالظبط فانت بكره انا شايف اللي لازم واحد من نص الملعب والسي حمدي فتحي وانا بقول لك اللي لازم بكره الراجل في هو بيبدا الهجمه او الكره معاك لازم يبقى حمدي فتحي او النني او سي اقرب واحد للشناوي لاقرب للشناوي هيتلعب مع ده هيضغط عليك هتلاقي مساحه للسرد باكات الضغط عليك هتقدر تحط الكره على الجناب خلي بالك طول ما الباكين بيبقوا مع الخط صدقني الباك ليفت نفسه بتاع الفرقه الثانيه لا هيبقى عارف هيروح يمسك الهاف ولا هيروح يمسك الباك فانت عندك حلول كتير جدا بس الاهم الكلام الكلام ممكن نتكلم من هنا للصبح هي قدرات يعني قدرات في الاول وفي نفس الوقت اللعيبه لازم تتحرك بس في نقطه مهمه انا عايز برضو اتكلم فيها اللي انت النهارده الثلاثه اللي هم في نص الملعب انا لازم النهارده برضو الثلاثه انا في وجهه نظري شبه بعض او الثلاثه النهارده ما عندكش اللعيب اللي ممكن عمرو السوليه بنستثنى عمرو السوليه شويه انا لازم برضو يبقى عندي تفكير بسرعه كريم وانا بلعب الكوره يعني النهارده ابقى محضر للكوره خاصه انا معايا واحد زي محمد صلاح سريع عنده سرعات وتريزيجيه او عمر مرموش ممكن اجمع لعب ولازم احط في المساحه للناس لكن الماتش اللي فات لو تفتكر كل كوره الريتم بطيء بطيء وبناخد الكوره نقعد نرجع لورا يروح الشناوي مضغوط عليه بكلمه يجمع لعب دي ما انا بقول لازم ممكن نشرحها للناس جمع لعب يعني مثلا 2-3 هيجوا يجمعوا لعب مع بعض كده وصلاح يكون بيتحرك بالظبط كده يعني سي انت النهارده لو بتتكلم النهارده عندك سيرد باك وعندك الباك ليفت وعندك الراجل الهاف ديفندر اللي هو الثالث اما بتجمع لعب هنا ممكن اجمع واغير الملعب الناحيه الثانيه ونفس الوقت ونفس الشكل برضو هنا لو جمعت ناحيه اليمين تجمعت اللعب دي معناها ان انت بتلم كمان لعيبه المهاجمين والمدافعين بتخليهم يتقدموا لك بالظبط فالتجميعه دي بتوجد مساحات ورا وخلي بالك لو انا عندي حد بيغير ملعب كويس بسرعه خلي بالك هيبقى فيه اكيد الراجل ده هيستلم هيبقى لوحده الفاضي عقبال ما الباك يبدا يروح الراجل هيقدر يستلم ويشتغل ويبدا لك بالظبط المهم من كل ده كريم انت بكره لو بتلعب 4-3-3 احنا محتاجين اللي محمد صلاح وهنا تريزيجيه اللي لازم وانت بتدافع لازم يبداوا يضموا جوه الملعب يضموا جوه الملعب مع الراجل ده انت خلاص عملت كده كثافه في نص الملعب فمش هتدي مساحه لكن انت لو فضلت فاتح على طول ال 90 دقيقه فاتح هيبقى هتلاقي فيه مساحات في نص الملعب انت محتاج بكره كثافه الكثافه دي تيجي زي ما قلت لك اللي مصطفى محمد لو قلنا مصطفى محمد تريزيجيه وهنا مثلا محمد صلاح مهم جدا وانت الكوره مش معاك انت تبدا ترجع ويبدا الناس دي تضم وكل واحد هو اوريدي شغال كده بالظبط ده مهم جدا كدا. اللي انت النهارده خليهم ينقلوا كوره بس عشان تخترق الملعب من هنا او من قلب الملعب هيبقى الموضوع صعب جدا على منتخب السنغال عظيم جدا مصطفى محمد كان ليه دايما ادوار دفاعيه كبيره جدا سواء في الماتش اللي فات او مباريات كاس الامم الافريقيه شايف مصطفى محمد له دور في هذه المواجهه ان مهم يبدا مصطفى محمد انه يلعب نفس الادوار الدفاعيه ولا انت شايف لمصطفى محمد ادوار اخرى ولا انت شايف ان مصطفى محمد ما يبداش بكره من الاساس بص هو الموقف اللي احنا فيه يمكن يعني لو بنلعب فرقه غير السنغال كنت هقول لك ممكن نلعب زي ما اتفقنا انا وانت وامير قبل التصوير ان احنا ممكن نلعب بشادو سترايكر زي مرموش. عمر مرموش ان هو يبقى متواجد في المكان ده ولكن في مشكله كبيره جدا يمكن مصطفى محمد احنا عارفين كلنا في مصر ان مصطفى محمد مميز في الكرات العرضيه مميز ان هو بيحط الكره تحت رجله بينقل الفرقه الناحيه الثانيه عنده بيبقى عامل عمق هجومي بشكل كويس جدا ولكن انا اتصور ان مستر كروش محتاج مصطفى برضو زي ما انت قلت لمهام دفاعيه اكتر منها الكرات الثابته اللي علينا الدفاعيه مصطفى محمد بيتميز ان هو بيلعب براسه كويس بطويل فجامبه عالي فهو اعتقد ان هو يعني
مش هيغير حد غير مصطفى محمد بكره متواجد في التشكيل علشان الحاجات دي. يمكن حتى الكور اللي بتبقى جايه برده من الشناوي هو بيشترك برده بيعمل كان ليه دور جامبو عالي، دور مهم جدا في الجول اللي جابته مصر في مباراه الذهاب، انه فكره انه نط وخد المدافع معاه وساب الكره. لا دوره محوري يعني هو ما يعني منظومه تكتيكيه اللي بيشتغل بيها مستر كروش هو ترس طاوة مهم جدا من اللعيبه اللي متواجده، فما اعتقدش ان هو ممكن يغير ويلعب بشادو سترايكر تاني. فلا مصطفى محمد ان شاء الله باذن الله يكون ليه دور ان شاء الله. وعلى فكره يعني هو الكره اللي اتلعبت بالراس الكره العرضيه اللي لعبها اعتقد عمر جابر لما عمل اوفرلاب من ورا هو اتحرك اتحرك بشكل كويس، ولكن كانت ضعيفه في او مندي طبعا ما بيخشش في الحاجات دي طبعا احسن حارس في افريقيا وفي العالم يعني. فلا ان شاء الله باذن الله مصطفى يكون ليه دور ان شاء الله دفاعي وهجومي بكره باذن الله. انا مسالت السؤال ده اقصد بيه انه مرموش ممكن ما يبقاش ليه دور في البدايه لانك تستفيد من مصطفى محمد في الشوط الثاني، لو انت كمدرب بتحط سيناريوهات وارد يخش في الجول، وارد انك يخش جول ثاني، وارد انك تخرج من مناطق الدفاع للمناطق الهجوميه فتبدا تعمل كرات عاليه او كرات عرضيه كتير، فيبقى مصطفى محمد لو كان على الدكه ونزل يبقى نازل لك فريش تقدر تستفيد منه في ظروف زي دي، وتستفيد من مرموش سرعات مع تريزيجيه مع صلاح في الهجمات المرتده في الشوط الاول. بص هي سيناريوهات انت وكلامك انا اتفق معاك، بس انا شايف احنا لو قعدنا الوقت نتكلم عن المباراه الطبيعي للمباراه هتلاقي فريق السنغال نازله الشوط الاولاني عايزه زي ما قلت لك عايزه تتعادل، فهتلاقيهم عندك ضغط. انا محتاج مصطفى الشوط الاولاني في وجهه نظري اللي انت ازاي تطلع عليه. خلي بالك انت الشوط الاولاني لو الضغط هتبدا تلعب طويل فعندك مصطفى هيقدر يقف على الكوره ياخد فاولات هيبدا يعني اي ضغط عليك مش هتطلع غير على صلاح او غير على مصطفى. وفي نقطه ثانيه حتى كابتن صديقي كان بيتكلم فيها اللي مصطفى وجوده دفاعيا مهم جدا في الكور الثابته اللي عليك. يعني مصطفى النهارده اما بيقف على مثلا لو اي كروس من الجنب او فاول هتلاقيه واقف اول واحد في وهما مرصوصين صح، فبيخلصك من حاجات كتير في الكوره عليه. لو انت السيناريو مشي كده عمر مرموش لو احنا اتكلمنا بقى ده اللي بقولك عليها كريم في بدايه كلامي اللي هتلاقي فرقه الزغال بدا يبقى فيه اندفاع مفيش وقت فهيبدا يبقى فيه مساحات. من خلال الوقت ده انا ممكن بقى استغل سرعات واحد زي عمر مرموش واحد زي صلاح واحد زي تريزيجيه احمد سيد زيزو اللي انت هتلاقي مساحات كبيره جدا. لكن انا في وجهه نظري اللي راجل صعب يغير زي ما هو انا اتفق معاه. خلي بالك هو بقى له يعني الناس كلها قاعده تقول لك مصطفى مصطفى مصطفى، لا مصطفى لعب كل ماتشات طبعا وعلى فكره عمل ادوار عظيمه وعمل ادوار. وخلي بالك طريقه اللعب برضو في ساعات طريقه لعبه كريم ممكن النهارده تساعدني وفي طريقه لعب ممكن ما تساعدنيش. انت النهارده عشان فيرويد انت مصطفى معروف عنه اللي هو راجل بيلعب بدماغه كويس بيحتاج كورسات كتير صح. انت ما بتشتغلش من على الجناب كتير انت بتشتغل كل الكلام اللي محمد صلاح يقطع تريزيجيه يقطع عمر عملها على عمر جابر عملها على مضض يعني طلع اللي صلاح حطها له بكعبه لو تفتكرها. بس ده عادي يعني في مدربين في العالم كله يقول لك ده الهدف بتاعي، الهدف بتاعي مين؟ محمد صلاح، الهدف بتاعي ليفاندوفسكي اللي جاي من ورا اللي جاي من ورا. لا اقصد انه في الفرقه كلها بتلعب على لاعب على لاعب طريقه لعب الواحد بتجمع كله عشان تودي لصلاح. في فرقه تانية او في مدرب تاني يقول لك لا جمع لي اللعب كله عشان الكره توصل عرضيه مثلا بالظبط. انا اتفق معاك بالظبط، لكن انا بقول لك مصطفى بيعمل ادوار دفاعيه بيدافع كتير بيجري كتير. وخلي بالك برضو انت النهارده ما بتلعب في رود ويبقى عندك ادوار دفاعيه عقبال ما الكره تجي لي قدام انا ببقى خلصان. أيوة. انت ببقى خلصان نقطه مهمه ببقى خلصان دي اللي انا قلقان منها بصراحه. انا بفكر في سيناريو الشوط الثاني اكتر منه الشوط الاول. انا بالنسبه لي الشوط الاول مش عايز اخلص مصطفى محمد الشوط الاول بس انا بقى انا بختلف معاك. انا بالنسبه لي لا الشوط الاولاني مهم جدا عشان انا زي ما بقول لك اي فرقه افريقيه ما بتعملش النتيجه اللي هي عايزاها بتلاقي برضو توتر وهتلاقي اندفاع وهتلاقي كده. فانا شايف ان نلعب على السرعات الشوط الثاني والشوط الاولاني نلعب على التنظيم وعلى زي ما بقول لك لازم نبقى رزلين بكره كريم في الملعب. أيوة. لازم نبقى رزلين. شفت احنا ما بنقعد نتكلم على الجزائر وتونس وتضييق انت لازم تبقى كده ودي دي اسمها صراع الكوره. انت فاهم انت توقف الراجل اللي جاي راح يلعب فاول تقف قدامه ما تاخدش انذار ما بقولكش تاخد انذار عطل يبقى في ذكاء الحاجات دي انت تكسر الريتم زي ما بيقول بالظبط كده. لكن انا مش ما بقاش طيب النتيجه 0-0 واجري اجيب الكوره بسرعه عشان العب اهدى اهدى خالص انت الوقت انت همدهم زي ما بيقول بالظبط كده بالظبط كده يا ما همدونا بالظبط كده. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع الكباتن الكبار كابتن محمد صديق كابتن امير عزمي بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. نصيحة ليا خليك ورا منتخب مصر ما تشجعش لعيب
بعينه، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان، مفيش حد اهم من المنتخب. على صعيد الجواني يا بلد بيخدني ووديني، دول هم ناسي وخلاني وهم ظهري اللي حاميني، في الارض دي تاريخ اجدادي حاضر وموصول بالماضي، مليون يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. عايز اقول لكم ان الكابتن امير عزمي اداني دي هديه، فانا لازم اسجل دي على الهواء بس عشان دي هديه، عشان بكره لما نكسب ان شاء الله هدي له هديه اغلى. حبيبي يا كريم ان شاء الله. حبيبي يا كابتن امير. طيب كابتن محمد، دلوقتي الكلام على فكره انه احنا الشوط الاول نطلع تعادل، ويطلع تعادل سلبي ان شاء الله وتبقى الامور كويسه. انا كنت بقول النهارده في المقدمه انه لما تيجي تلعب مع السنغال بتشكيله كلها كلاس ايه في اوروبا، مش تشكيله، مش لعيبه مثلا في سي او بي، لا دول ايه، تمام، دول صف اول، فالناس دي واخده على الضغوط، ما عندهاش حاجه اسمها ان الماتش يخلص في اول شوط، عندهم حاجه اسمها ان الماتش يخلص في الدقيقه 94 صح. يعني بالوقت المحتسب بدل الضايع. فكره التركيز ازاي نحافظ عليه؟ ما احنا برضو ما اكذبش عليك، احنا كل ما الوقت بيعدي معانا واحنا بنتفرج على المباراه نحس ان احنا وصلنا كاس العالم خلاص، لا قدر الله توقع، اللعيبه نفسها بتبقى في الملعب ساعات ممكن تسرح، تقول لك لا خلاص قربت الماتش خلص، ويفكر في مجموعته في كاس العالم، طب انا هنضم للمنتخب في كاس العالم ولا لا، فممكن يتوه مننا. ازاي بقى اللعيبه تحافظ على التركيز؟ هرجع برضو للنقطه اللي انا قلت لك عليها، على المستوى الفردي زي ما احنا قلنا لعيبه على مستوى عالي جدا بيلعبوا في يمكن من اول الحارس المرمى لغايه يمكن يمكن انا شايف اقل واحد الباك ليفت، لا مش باك ليفت ايه راجل، لا اقل نادي، لا مش بكلمش في النادي، انا بكلمك في كلاعب ككواليتي كواليتي يمكن المهاجم الصريح اللي هو الانيا سبيلاف الانيا سبور ده يمكن ده اقل واحد فيهم، هيلعبوا ديانج غالبا بكره فده اعتقد ان هو مش لعيب عالي قوي يعني، وده باذن الله لا اتمنى ان هو مارسيليا اللي لعب الشوط الثاني ولعب برضه في نهائي افريقيا جسمه صغير. اقول لك معلش بدون قطع كلام، انت عارف اللي ديانج ده راح من فرقه في السنغال السنه دي لسه اول مره يحط رجليه في مارسيليا السنه دي، واخدينه من اكاديميه في السنغال. عارف كده وجايب 8 جوان في مارسيليا في اول ظهور له. لا ما هم ما شاء الله افريقيا غنيه بالاساسيين والدكه، وبعدين بيروحوا ببلاش وبيعلموهم وكده. هنا الناشئ بيبقى لعيب كويس ومميز، يجي النادي يقول لك لا انا عايز 2 مليون دولار ومليون دولار، فبيطفشوا طبعا الناس ان هم يطلعوا لعيبه صغيره يعني. طيب مين بقى الاثنين السنتر باكس اللي يبداوا بكره؟ كلام ده السؤال الشهير دلوقتي في مصر، مين الاثنين اللي يبداوا؟ مفيش عبد المنعم، مفيش الونش، وقبليهم مفيش حجازي، مين الاثنين اللي يبداوا؟ بص هو الطبيعي لو تبص على علي جابر ورامي ربيعه، الناس دي جت لظروف استثنائيه. محمود علاء كان على الدكه في مباراه السنغال فالطبيعي وايمن اشرف، فالطبيعي الاثنين دول كانوا اوبشن، لا قدر الله كان حصل حاجه للونش كان هتروح لايمن اشرف لا هتروح لمحمود علاء. صحيح. فالسؤال بقى اللي بيطرح، انا بقى هسالك سؤال دلوقتي، الناس النهارده بتتكلم على علي جبر وعلى رامي ربيع، ما خدتوش ليه؟ طب افرض بكره انت بدات بعلي جبر او رامي ربيع، طب السؤال بقى ايه؟ نرجع بالسؤال، طب انت ما خدتهمش ليه المباراه الاولانيه طالما ما انت النهارده ما عندكش ثقه في محمود او في ايمن اشرف؟ صح ولا غلط؟ صح. لكن انا في وجهه نظري بكره لو لا بص لو ايمن اشرف ظهير ايسر يا بالظبط يعني، انا اتفق مع ايمن اشرف بس هقول لك حاجه في الاسئله دي عشان الاول سالتني الاسئله دي منطقيه طبعا كلنا بنسالها تمام، بس الراجل ده ما بيردش على الاسئله المنطقيه، توقع من هو بيعمل اللي هو عايزه يعني، انا شفت في اللحظه دي ظروف مباراه معينه ان علي جبر هيبقى مناسب هلعبه، مش هيفكر الناس هتقول عليه ايه، والدليل عمر جابر، الناس كلها سالت ما عمر كمان عبد الواحد اللي كان بيلعب كاس الامم، واحنا كلنا اتفاجئنا بامام عاشور اللي لعب على مانيه في النهائي، فانا هلعب بالظبط، وامام عاشور كمان موجود، فانا هلعب بعمر جابر عشان انا شفت ان عمر جابر مناسب دلوقتي، فما اعتقدش ان ده هتشغله. ما انا بقول لك يعني ده انا بكلمك يعني بندردش دلوقتي طبعا، لكن انا اقصد ان هو مش هيحط ده في اعتباراته. الناس هتقول ايه؟ انا متوقع هيلعب بعلي جبر، وانا اعتقد انا متوقع هيلعب بعلي جبر، اللي علي جبر برضه
شغال كويس الفتره اللي فاتت، عنده خبره دوليه، لعب مع منتخب في كاس عالم، الكور الطويله عنده، بيلعب عنده جامب كويس، لعب افريقيا في 2018 بالظبط. فانا شايف مش هتطلع بين علي جبر علي جبر ومحمود علي، لكن ايمن اشرف عشان احطه في الحته دي مع الكور الطويله مع بتاعه، ايمن اشرف برده من اللعيبه كويسه جدا بس عنده اندفاع بالظبط، ومحدش وبيعمل تاكلينج كتير في السكس يارد بالظبط كده. فانا شايف اللي هي مش هتطلع غير من محمود، يا اما مع ياسر، مع ياسر ابراهيم، مع ياسر. رايك يا كابتن علي جبر مع ياسر؟ ليه علي جبر؟ زي ما أمير قال، علي جبر لاعب كاس عالم، لاعب أفريقيا 2017، بيلعب مع بيراميدز دايما في الدوري وبطولات أفريقيا في الكونفدرالية وماشي كويس، وأعتقد إن هو طويل برضو، يعني عنده طول كويس مع ياسر، يقدر يتعامل مع الكرات الثابتة اللي هارونا بيها الماتش الأولاني سواء من اليمين ولا الشمال، فأعتقد إن هو مميز جدا في الكرات العالية، وده من ضمن اسباب الاستدعاء المنتخب. هيروح الراجل بكره مفاجاه ويلعب رامي ربيعه اصلا. لا، وما تستغربش انه ايمن اشرف كان ممكن يبدا، يعني ما تستغربش. يعني انا بص، انا شايف لا ايمن اشرف، صعب. انا شايف ايمن اشرف، ايمن اشرف جايبه كاحتياطي لفتوح. انا بس ليه بقول ايمن اشرف؟ من افكار الله اعلم، انا بحاول اخش دماغ الراجل انه عايز مدافع برضو يخرج من الكوره، هو دايما كارلوس كيروش بيبقى عايز مدافع يخرج بالكوره، الباقيين يمكن ايمن شويه اللي عنده شويه. ما انا كرة. انا ماشي يعني. انا عايز اطلع بالكوره بس انا هعمل ايه وانا مش معايا الكوره؟ انت فاهم قصدي؟ ما حلو هنطلع بالكوره، طب ما انت هتتحط في مواقف هيبقى فيها اولا منظومته والتكتيك بتاعه دفاعي، مش هجومي، مش هجوم بالكوره. وايمن وياسر برضو الطول مش لا الطول انت برضو خلي بالك عندك بكره ومشكله برضو، اللي برضو انا شايف الاربعه اللي ورا اللي موجودين حته السرعات برضو عندهم، يعني انا شايف الونش، يعني الناس بتتكلم على عبد المنعم، عبد المنعم لعيب كويس جدا وادى بشكل كويس قوي، بس انا شايف الونش مميز في الخمسه دي اللي هو عنده سرعات، فبرضه الحته المتخوفه بكره سواء لو رامي او علي او ياسر او ايمن او محمود، لا انت محتاج بكره يبقى في تنوع، اللي واحد بيلعب بدماغه كويس وقوي ده، خلي بالك ممكن محمود علاء تلاقيه في الملعب برضه في الاخر. لو في موارد يعني ان شاء الله باذن الله لو الدنيا ماشيه كويس معاه، ممكن تلاقي محمود علاء في الملعب وعلي وايمن وياسر لا ممكن يحصل والله. انا جد. اي حد يلعب بس ان شاء الله. المهم يا كريم بص، احنا ممكن نتكلم على تشكيل والراجل يكون منظم كل حاجه وكل حاجه، بس في الفيلم ده كله حاله اللعيب يوم الماتش هي اللي طبعا. بتفرق حاله اللعيب اللي بتفرق يوم الماتش. فنتمنى بكره اي حد يلعب وكل الناس اللي بالك كل اللعيبه هتلاقيها مركزه وبالنسبه لهم ده حلم، هيدي الاقصى والاقصى بالظبط كده. يعني انت لو انت عندك تحفظ على لاعب انه مش عارف كان لاعب ماتش ايه قبل كده، ممكن يبقى بكره نجم المباراه، بكره هيبقى احسن بالظبط كده. بس زي ما بقول لك اهم حاجه التركيز، مش عايزين برضو اللعيبه تبقى خلي بالك ساعات التركيز زياده على اللزوم خطر، بيقلب للتوتر، انت فاهمني؟ هم اي حد بكره يلعب اهم حاجه يبقى كل الناس موفقه يوم الماتش، ويبقى ان شاء الله يومهم ويكونوا مركزين. انت عارف احلى حاجه اتمنى كريم ايه؟ اتفضل. وجود ثلاثي يعني على الدكه عملاق، يعني حضري وشوقي وجمعة، يعني جمعة مثلا يعني لعب على إيتو دروجبا وهنريك، يعني لعبوا ضيوف، فهو لما ينقل للناس اللي هتلعب بكرة ويقعد معاهم ويهديهم حتى لو هم عصبيين، لا ممكن تفرق. شوقي نفس الكلام، الحضري مع الشناوي، لا يعني الثلاثة دول ليهم دور كبير جدا بكرة أنا من وجهة نظري. يعني بمناسبة مندي كان مرة قعد وداعي طبيعي، يعني قول لي ادوارد مندي افضل حارس في العالم طبعا، فانا وقال لك انه ما حدش عارف يجيب فيه اهداف غير محمد صلاح، قلت احنا جبنا ده احسن حارس في العالم، احنا جبنا في بوفون افضل حارس في التاريخ بمحمد حمص، هو لاعب في الدوري المصري معانا يعني. طب اقول لك على حاجه كمان هتعدي، يعني اقول لك على حاجه كمان، يعني ربنا يكملها على خير ان شاء الله يا رب. انت النهارده 90 دقيقه وتلعب 120 دقيقه في الامم الافريقيه ما جابوش فيه الجون، ولعبت 90 دقيقه تانية هنا ما جابوش فيه الجون، فانت برضو تقدر عندك لو دفاعك مركز، يعني فرقه السنغال تخوف وكل حاجه بنتكلم، بس بيشتغلوا فردي، بس انت فرقتك برضو الفرقه رغم اللي احنا بنتكلم عليها فرقه عظيمه، بس انت ماتشين ما عرفوش يسجلوا فيك اهداف، وان شاء الله بكره يبقى برضو الماتش التالت باذن الله. فاحنا متخوفين وفرقه كويسه وكل حاجه، بس عايزين يبقى عندنا ثقه في لعبتنا، عايزين يبقى كل الكلام ايجابي الفتره دي بالذات ال24 ساعه دول، وان شاء الله ربنا يكرمهم باذن الله. انا حاسس بيها يا كابتن محمد ان احنا بكره ممكن نسجل هدف حلو بكره ثابته مش كره متحركه. لو انتوا لاحظتوا ان المباراه الاولى احنا الكرات الثابته عندهم حاجه وحشه ثابته للدفاعيه عليهم. على فكره ياسر كان هيجيب جون، ومصطفى ياسر ابراهيم كان هيجيب جون الشاطه دي، يعني برده من كور ثابته. انا استغربت، انا الكرات الثابته بتاعتنا كانت اخطر عليهم من الكرات بتاعتهم، هم كانوا يعني كتير طبعا الافارقه كلهم كده، يمكن امير عارف القصه دي، الافارقه تكتيكيا في عندهم مشاكل، فعندهم مشاكل في الكرات الثابته سواء المتحركه او بكره مطش يخطف ويجري
اخطف مش ماتش كوره، اخطف واجري. انا بقى لا يهمني اداء. ايوه الناس بكره هتبقى بتقول لك هنلعب بقى كوره حلوه إيه، ولا كوره حلوه ولا كوره وحشه، اخطف واجري بس، وان شاء الله تقعد المباراه لحد التعادل. انت عارف انا مطمني زي ما انت قلت انه احنا ما دخلش فينا اهداف في المباراتين، فحتى احنا ليه مقفورين في السنغال؟ ما احنا ايدينا نحافظ على الجول بتاعنا. لا وبعدين انت معلش برضو ما احترمنا يعني المغرب اللي هي يعني بنسبه 70-80% وصلت كاس العالم. انت كسبان المغرب، كسبان كوت ديفوار، وصلت النهائي مع السنغال بطلة افريقيا. يعني برضو احنا عاملين نتائج كويسه. مش نقطه المغرب دي اسالك فيها على حاجه، هي فكره انه ناس كتير تقول لك طيب احنا بكره حافظنا على التعادل او سجلنا هدف، كل دي سيناريوهات ايجابيه. في سيناريوهات سلبيه، ان يخش فيك هدف يخش فيك هدف تاني. وارد. الناس قلقانه من فكره بقى الخروج للهجوم. احنا بندافع كويس بس هل هنعرف نخرج؟ ما تبيعش نفسك. لا هنعرف نخرج للهجوم؟ ما تبيعش نفسك. يعني انت هتهاجم وهتحاول تهاجم وكل حاجه، وهم هيدافعوا هيتحول، بس مهم ان انا بقى اما هاجم عشان اعوض، وانا مش عايزين طبعا لا قدر الله ان شاء الله ما ينفعش ان انا اهاجم برضو. يعني انت لا قدر الله دخل فيك جون، انت برضو ليك فرص في المباراه. صح. اثبت. فما ينفعش بالظبط، ما ينفعش ان انا بقى ابدا اطير وابدا الدنيا، لا برضو يبقى لازم في ثبات ورا وفي تركيز ورا والناس تشتغل بخبرات بخبرات المدرب ومحمد صالح برضو وجوده في الملعب مهم في النقطه. اكيد حاطط يعني هو مديني مطمني. ايه مباراه المغرب في كاس الامم اللي انت دخل فيك هدف وعوضت بهدفين ورحت هاجمت جامد بالزبط. وهاجمت كويس وكنت بتوازن يعني ما كانش انزفاع. لا الراجل خلي بالك يا كريم برضو عنده خبرات كبيره جدا، سواء في ايران جنوب افريقيا في اربع مرات راح كاس العالم. لا يعني عنده خبرات كبيره واكيد مليون في الميه. او احنا لما كنا بنلعب او اي مدرب بيبقى حاطط المتغيرات دي، خلي بالك ان يحصل في اول دقيقه سيناريوهات المباراه. يحصل في يدخل جو في الجون في اول دقيقه، فدي طبعا بحب اسجل النتائج انا. لا ان شاء الله باذن الله ما يخشش فينا باذن الله، وتعدي اول ربع ساعه. يمكن امير قال لك 45 دقيقه. يعني اتمنى ان اول ثلث ساعه تعدي في هدوء وبتركيز ونقاط ايجابيه ان شاء الله. تخلص كام؟ ان شاء الله باذن الله 0-0. 1-1. 1-1 ثابت. وبص اكنه جايبها من كنترول. 1-1. 1-1 وثقه. انا هكلمك على الهوا بكره. تمام. انا لا انا مش هكلمك هنا، راح اجيبك من البيت. تمام انا جنبك هنا. هنحتفل مع بعض ان شاء الله. بص هنقعد نحتفل احنا بس عايزين خلي بالك احنا يعني طبعا انا نسيت اقول كل سنه والشعب المصري طيب بمناسبه شهر رمضان. خلاص اهو يا رب، فنتمنى بقى ان احنا نخش على رمضان يبقى الناس بقى مبسوطه والدنيا تبقى زي الفل. مش مستاهله بس يعني ان شاء الله نبقى مبسوطين بعد التنظيم بصراحه الاكثر من رائع اللي اتعمل في مباراه الاولى. لا يعني حاجه تشرف بصراحه، يعني كل الشكر للمسؤولين السواء المتحدة تذكرتي الناس كلها بصراحة يعني عملوا مش هقول لك إنجاز لأن دي يعني هي دي مصر يعني الحاجات الجميلة دي والجماهير. لا كان الجو بصراحة كان جو جميل جدا. مش أفورة ولا حاجة والله، والله ما أفورة، بس هو فعلا بقى العادي. احنا بقى لنا فترة في موضوع تنظيم الإيفنتات الكبيرة دي ما شاء الله، يعني حاجة تشرف الحمد لله. تشرفنا قدام العالم كله يعني. ربنا كابتن محمد شرفت ونورت. ربنا خليك يعني. وإن شاء الله بإذن الله يرجعوا منصورين مجبورين إن شاء الله ونروح كأس العالم إن شاء الله. كابتن أمير دايما مبسوط والله وأنت معايا. حبيبك يا حبيبي يا كابتن أمير. أشوفك على خير. خليك. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. محمد عبد الوهاب ومحمود أبو الركم نتكلم معاهم أكتر عن مواجهة هذه المواجهة الكبيرة بين مصر والسنغال. خليكم معنا بعد الفاصل، نواصل إن شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفتني ونورتني في هذه الفقره اثنين من الاعزاء جدا، محمود ابو الركب ومحمد عبد الوهاب. محمود مشرف ومنور كالعاده. مساء الفل يا كريم، سعيد جدا اني موجود معاك وتحيه لكل الساده المستمعين. انا دايما بسعد بتواجدك معايا. شكرا جدا. ايضا هو مشرف ومنور كالعاده صديقي العزيز. نورك يا كريم، وسعيد جدا ان انا موجود مع محمود ابو الركب، يعني واحد من الناس اللي الواحد بيتطلع ليهم وبيشوفهم دايما ومميزين جدا. شكرا جدا. فانا ان شاء الله حلقه حلوه. ميزه ابو الركب انه بجانب انه معلق جامد جدا جدا، هو محلل جامد جدا جدا. هو جامد يعني كل حاجه ما شاء الله. بيعرف يعمل كذا حاجه مع بعض. انا سعيد ان انا معاك. ده من حسن حظي وادب طبعا كبير جدا لهوبا، بشكره جدا على الكلام الجميل. حبيبي ابو ركب هنعمل ايه؟ شفت السؤال سهل ازاي؟ السؤال سهل وعميق وعريض وطويل. حاولت استدرجك قبل الفاصل. فانت متفائل جدا ان شاء الله يكون تفائلك في محله يا رب. للاسف ان ده من نوع المباريات يا كريم اللي ما فيهاش كوره، يعني دي مش مباراه كوره. انا اتذكر كويس جدا هوبا برده راجل كالتشاتوري زي حالتنا وبيحب الكوره الايطاليه. مارتشيلو ليبي في 96 حط مبدا في الكوره الايطاليه، اعتقد هو مبدا فعال جدا، هم دلوقتي ابتدوا يثوروا عليه.
جوكو على ايطاليانا العب بالطريقه التقليديه الايطاليه. المباريات اللي من النوع ده اخترع حاجه اسمها الزونا ميستا. كل الزونا ميستا دي بالبلدي بدون ما تدور كتير في طرق اللعب، كل واحد يلعب على قد امكانياته في الحته اللي هو فيها. ايوه كل بص بكل ما تحمله الكلمه مش من عايز معاني. منك زياده. هو بدا مرحله زمان اسمها لابيلا فيجورا الكمال الكروي. ايطاليا كانت بتمر بمرحله انه لما بيعملوا حاجه مثلا زي صناعه سيارات مع احد شركات صناعه سيارات مثلا يجودوا فيها قوي لدرجه ان العربيه من كتر جمالها خرجت بره المنافسه في السوق. لما يجي يعملوا المباني والواجهات العماره لابيلا فيجورا كمال الشكل الجميل والشكل الكمال الكروي. حاول يعملوا في يوفنتوس في 96 استغناء عن روبرتو باجيو استغناء عن ده. لما جه يلعب مع المنتخب الايطالي غير الطريقه خالص. كاس العالم 2006 قال لك المباريات الحاسمه بتخلص بالطريقه دي، جوكو على ايطاليانا العبوا كلكم بالطريقه الايطاليه. شد حيلك يا بلد، اقف في مكانك. كل واحد يدي 100% من امكانياته. بصراحه قبل ما اجي فكرت كتير جدا انا ممكن اقول لك ايه وممكن اكلمك ازاي على المباراه وممكن المباراه تمشي ازاي. مفيش حل لان احنا عايزين ال90 دقيقه دول يعدوا باي طريقه باي ثمن، ومش هقول الغايه تبرر الوسيله على قد ما هو نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر انه تمشي الامور بطريقه كراوش اللي اعتقد الكلام هنقدر ان احنا نعمل فيه. طيب هو بقى مباراه اكيد صعبه، اكيد صعبه، هي مش مباراه سهله، بس احنا عندنا يعني ايه كروت داخلين بيها كروت كسبانه. انا عندي كارت ان انا كسبت مباراه الذهاب، انا عندي كارت ان انا في مباراتين قدام السنغال ما دخلش فيا اي هدف، انا عندي كارت انه احنا دخلنا في مرحله انه اي لاعب بيلعب في منتخب مصر بيعرف يادي ويخش المنظومه بشكل كويس. فدي كروت تخلينا شويه مرتاحين مش مطمنين 100%. طبعا دي مباراه كوره في الاول والاخر قدام فريق كبير ومنتخب كبير. المباراه دي انت مطمن ليها؟ مطمن بنسبه كبيره، لان احنا حطينا ايدينا على طريقه اللعب اللي تكسبنا في المرحله الصعبه واللي كانت مليانه من المباريات اللي ورا بعض في بطولات مجمعه على ماتشات فاصله وماتشات نوك اوت. انا مطمن ان احنا كل واحد موجود في منتخب مصر عارف واجباته، عارف ايه اللي مطلوب منه، ما حدش بيسمع للناس اللي بتنتقد او الناس اللي شايفه ان في حاجات تانية ممكن تتعمل، واولهم كارلوس كيروش. كارلوس كيروش عارف هو بيعمل ايه. اللعيبه اللي بيختارها في المراحل اللي عدى بيها من اول ما مسك اداره منتخب مصر بيختارها لسبب معين، جرب في الاول وكلنا ما كناش فاهمين كارلوس كيروش عايز يعمل ايه، لغايه لما عرفنا المنظومه بتاعته اللي مش ناوي يغيرها مهما حصل. فانا مطمن طبعا. الهدف اللي احنا جبناه في ارضنا بدون استقبال اهداف دي حاجه تطمن جدا، دي هتخلي السنغال مندفعين شويه، هتلاقيهم بيلعبوا كوره مش دي الكوره اللي متعودين عليها. السنغال شفنا على مدار بطوله افريقيا في 2022 وكمان في البطوله اللي فاتت في 2019 ان هم مش من الفرق اللي بتقدر ترجع في النتيجه. يعني في مباراه الجزائر في الفاينل في 2019 رغم ان هم كانوا كامكانيات ممكن اكتر من فرقه الجزائر، لكن في نفس الوقت لما استقبلوا هدف شفنا شويه عشوائيه، شفنا ان مفيش تنظيم جوه الملعب. فكل دي حاجات تطمني ان شاء الله اللي احنا نقدر نعدي بالمباراه بره الامان، وكمان ان احنا يبقى شكلنا احسن. وانا متوقع ان السنغال مش هتلعب مباراه في دكار افضل من المباراه اللي لعبوها في استاد القاهره. هايل. طيب محمود، انا دايما بعتمد على او بطمن لما يبقى الثلاثه اللي في النص عندنا في حالتهم شغالين شكله كويس. نتكلم في النني، السوليه، حمدي فتحي، الثلاثه دول بيبقى ليهم ادوار كثيره جدا في الملعب، ادوار مركبه كثيره جدا، ويطلب منهم كمان ادوار هجوميه ممكن ما بيكملوهاش بنسبه كبيره، بس ده سببه ان هم بيعملوا ادوار ورا خالي. ايه الادوار اللي بيعملوها الثلاثي ده ومحتاجها منهم بكره مع الرباعي اللي في خط الدفاع؟ سؤالك جميل جدا. وقبل ما نتكلم على رباعي خط الدفاع، الظروف اجبرتنا ان احنا دايما بنواجه السنغال بطوارئ في خط الظهر، سواء على نهائي الكان او حتى على المباراة الحاسمة طبعا نتيجة تراكم البطاقات للوينش وغياب للأسف طبعا سلامات لمحمد عبد المنعم. نص الملعب تحديدا بيحصل فيه تضحيات كبيرة جدا. كون ان انت تطلب من النني، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا لشكل محمد النني مع منتخب مصر في وجود هيكتور كوبر. ايوه، ان انت كنت بتحط النني دستروير نص ملعب بيفسد هجمات المنافسين وادوار متطابقه زي طارق حامد، فدايما يبقى شكل نص ملعبنا وحش، هما الاثنين شكلهم وحش رغم ان هما مفيدين جدا جدا. يعني كوبر يبقى قاعد بره مبسوط جدا بنفس الطريقه انه بيقفل وضامن نص ملعبه، لكن انت كمشجع وكمشاهد مش مبسوط. الان بقى مطلوب للنني انه نلعب بثلاثه
فلات في نص الملعب، وبقى مطالب انني انه يميل بالادوار الدفاعيه وانه ينزل يكون هو اللي بيبدا البيلد اب مع المساكين. بنشوفه كتير جدا بيطلب الكوره، وبيطالب انني انه بيعمل كفر للبوكتس اللي بتفتح مكان السوليه، وبيطالب السوليه منش بس صناعه اللعب انه كمان يلتزم بالحلقه الدفاعيه، وتشوف السوليه بوكس تو بوكس، وانه بيضطر يلعب بالعاب الهواء في الضربات الثابته، وانه بيضطر انه يرجع، في حين ان انت الطبيعي لما يكون عندك ثلاثه في نص الملعب تكون الامور مختلفه. انا الحقيقه كل دول بشوفهم بطريقه، على قد ما بشوف حمدي فتحي كمان بيقدم ادوار مهمه جدا جدا في انضباط الحلقه الدفاعيه. الحقيقه ولا واحد من دول بيلعب على مزاجه. يعني انا اراهنك الكريم لو احنا بعد ما ان شاء الله ربنا كرمنا وباذن الله فزنا وحسمنا الصعود، ورحنا لحمدي فتحي لوحده، ورحنا للنني لوحده، ورحنا للسوليه لوحده، وقلنا له مبسوط من الاربعه ثلاثه ثلاثه بتاع كارلوس كيروش، هو لو عنده الملان يقول لك لا لا انا مش ده مكاني. لكن انت وصلت المرحله، ودي نجاح لكارلوس كيروش طبعاً. ان انت صنعت مجموعه، خلي بالك ده تحدي صعب جدا في فتره ضيقه جدا من البطوله العربيه لتصفيات لبطوله افريقيا لكاس العالم، انت لفيت الناس حوالين المنتخب. ايوه، ودي نقطه المدربين البرتغاليين بيعرفوا يعملوها كويس جدا. مانويل جوزيه، جيزفالدو فيريرا، حتى كارلوس كيروش. انت عارف يا محمود، مش عايز اقطعك، بس الفكره انه انت بتتكلم الراجل ده معانا بقاله 6 شهور، الناس حاسه ان هو بقاله معانا سنين. صحيح. فكره الشكل اللي بقى لينا شكل كمنتخب مصر، شكل حتى لو الشكل ده مش ممتع بالنسبه لك كالمشاهدين، والناس بتحب الكره الهجوميه، الكره اللي فيها مهارات كتيره، بس على الاقل انت فاهم شكل منتخب مصر، فاهم ادوار اللعيبه كلها في منتخب مصر، والاهم انه بيعرف ياخد اللي هو عايزه من كل المباريات. الكره دايما لعبه نتائج، تقدرش تتكلم على كده. صح. كارلوس كيروش وصوله لادوار متقدمه في البطوله العربيه بتشكيله من اللاعبين المحليين ومزيد من الاختبارات. صح. وصوله لنهائي بطولة افريقيا، تقدمه في الشوط الاول للمباراه الحاسمه، ده على سبيل لعبه النتائج. المشكله يا كريم ان ده بيبقى رهان، والكره بتخاف انت في الرهانات دي، وين اول اور لوز اول. لان انت لما تلعب اجلي فوتبول، او مش عايز اقول اجلي فوتبول، تلعب كره قدم متحفظه، لما بتكسب الناس بتنسى كل حاجه، لما بتخسر الاف الانتقادات والسكاكين اللي بتطلع كامينج فروم نوير. على عكس لما بتلعب كره قدم جميله وبتخسر، وتذكر طبعا اجمل نسخه لكره القدم طيب الذكر دائما وابدا كابتن حسن شحاته، ربنا يديله الصحه طول العمر، بعد مباراه البرازيل، رغم انك على الورق عملت نتائج سيئه جدا، لانك بعد البرازيل خسرت من امريكا 3، لكن الناس كلها ناسيه كل اللي حصل، وماسكه في العشر دقايق اللي احنا لعبنا فيهم في البرازيل، هي دي اجمل كره قدم قدمناها. المقارنه ما بين ده وده، كره القدم ما بقتش يا كريم مجرد ملعب، كره القدم بقت اداره للموضوع. بس عشان طبعا كابتن حسن شحاته اهم مدرب في تاريخ مصر بحكم البطولات والانجازات، واسم كبير وعظيم وطيب السيرة، بدون كلام. بس لو احنا هنفتكر برضو ماتش البرازيل العشر دقايق دول، هنفتكر مباراه امريكا اللي بعدها. هي الفكره بالزبط. في ايه؟ انه ما هو في مباراه امريكا احنا لعبنا برضو لعب مفتوح، واشتغلنا زي ما اشتغلنا قدام البرازيل، بس خسرنا 3. صحيح. هي في النهايه انا عايز نتائج. صحيح. وعايز انجازات، يعني صحيح. زي ما هنفتكر اللقطه دي. صحيح. هنفتكر ان احنا خسرنا وكان معانا منتخب كويس قوي. انا معلش انا عارف ان انا طولت شويه، نسيت برضو المجال اللي هوبا، لكن الحته دي مهمه جدا بالنسبه لي، انه كره القدم ما بقتش مجرد حط التشكيل ويلعب. انت النهارده ازاي بتعرف تدير المنظومه الاعلام؟ يعني انت شفتنا طبعا المؤتمر الصحفي بتاعه واللي حصل فيه، ازاي بيقدر انه يوجه الراي العام، ياخد الراي، ياخد الترند لصالحه. صح. بدل ما الهجوم كان موجه ليه، مشي والناس كلها رفع ايديها ان هي راضيين عن النتيجه. صح. وده اللي قدر يعمله، واحد غيره كان فركش المؤتمر ومشي. صح. كانت الدنيا اتغيرت وبقت ازمه من لا شيء، ودي ميزه عند المدربين البرتغاليين الحقيقه. بغض النظر عن كل شيء، نتمنى التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله قبل اي حاجه. طيب الاثنين مدافعين بكره متغيرين يا هوبا، انا هسالك عن رايك مين الاثنين اللي ممكن يبداوا بكره، واقول لك كمان انه كارلوس كيروش عودنا انه مع اي غيابات او اي لعيب بينزل، حتى لو مفاجئ بالنسبه لك، حتى لو انت شايف انه ممكن ما يقديش بشكل كويس، هو بيأدي بشكل كويس، وعندك مليون دلاله، عمر كمال عبد الواحد وعمر جابر وامام عاشور ومهند لاشين ومحمد عبد المنعم، عندك مليون دلاله ان اسماء ممكن ما تبقاش متوقع انها تتالق وتتالق وبتدخل في المنظومه بشكل كويس. مزبوط. ازاي بكره الاثنين المدافعين اللي انت هتختارهم دلوقتي وتقول لي ان هم انسب لمباراه بكره يخشوا في المنظومه وتضمن ان المنظومه تفضل ناجحه؟ طيب هو مبدئيا كاختيار الاثنين مدافعين، انا شايف ان علي جبر وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم طبعا من واقع ان هو خد دقايق لعب في مباراه الذهاب، وفي نفس الوقت كمان ان علي جبر وجوده مهم جدا لاعتماد السنغال على الكور الطوليه وعلى الركلات الثابته وعلى كمان الاطوال اللي موجوده عندهم في الكور الثابته اللي موجوده. عجبني جدا في كارلوس كيروش، ردا على سؤالك، في ان كل لعيب بيلعب في منظومه كارلوس كيروش بيأدي بشكل جيد،
ان كارلوس كيروش عنده قرايه للفرقه اللي قدامه الحلول بتاعتها عامله ازاي. يعني احنا كلنا قبل مباراه السنغال كنا عارفين ان التركيز رايح اكتر في الجنب الشمال وعلى ساديو ماني. لقينا في اول المباراه ان التركيز كان اكتر على اسماعيل يسار، فبدا كارلوس كيروش ان هو يعالج الموضوع ده. عيب شويه كارلوس كيروش في الشوط الثاني ان عمرو السوليه كان مجهوده البدني قل شويه، فكان الضغط من جنب من الجنب الشمال بتاع دفاع منتخب مصر كان في ضغط شويه، شفنا ان تريزيجيه بيبذل مجهود اكتر من المجهود بتاعه. كارلوس كيروش انا اكاد اقول ان هو كل 3 4 دقائق والمباراه شغاله هو بيشوف الملعب بشكل عامل ازاي، بيشوف المناطق اللي محتاجه تتغطى، وبالتالي ان مفيش لعيب بيبقى مكشوف مع كارلوس كيروش. احمد ابو الفتوح شفنا الجانب الهجومي بتاعه قل شويه على حساب الجانب الدفاعي، لان كارلوس ان لما كان في ضغط على احمد ابو الفتوح في مباراه الذهاب في اول الشوط الاول كان متغطي وبالتالي ما ظهرش بشكل وحش. اللي يبقى بقى في موضوع كارلوس كيروش، ودي اللي ممكن من عند اللعيبه شويه، ان يبقى في سنه مخاطره شويه، سنة مخاطرة في الباس، سنة مخاطرة في مسك الكورة. شفنا في أول نص ساعة إن لعيبة منتخب مصر ما كانش عندهم خوف إن هم ينقلوا الكورة ما بينهم وما بين بعض في مناطق خطرة عندنا، في مناطق متقدمة، ما شفناش كده في الشوط الثاني، وبالتالي السنغال قدرت إن هي تضغطنا بشكل كبير. اللي عايز أقوله لك يا كريم إن في نفس الوقت إن إحنا ممكن نكون شايفين في منتخب السنغال شوية حاجات إحنا كنا مضخمينها شوية. زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت وقبل مباراه الذهاب ان منتخب السنغال خط النص بتاعه خط نص يعتبر مؤدي شويه، ما بيخطرش، ما بيلعبش كي باس تودي للجون، ما بيسددش على المرمى. احنا ما قدرناش نستغل كده شويه. في المجمل كارلوس كيروش بقرايته المتتابعه في المباراه اللي بنشوفها كل 5 دقائق بيقدر يخلي كل لعيب وكل مكان في الملعب متغطي باكتر من لعيب، بس انا اطلب بس من كارلوس كيروش ان هو يدي للعيبه الثقه ان هم يقدروا يخرجوا بالكوره بشكل افضل، يستحوذوا عليها بشكل اطول من كده. عظيم. طيب يعني الفكره انه بكره اللعيبه تتكلم مع بعض، الجهاز الفني يتكلم مع اللعيبه، صوت من اللعيبه يحمسوا بعض، جهاز فني بره زي ما هو قال صوته دايما يبقى مع اللعيبه ويقدر يغير تعليماته، يتكلم يغير تعليماته على حسب اللي بيحصل في الملعب، يعني يقول للاعب هنا استنى هنا استنى، بس فكره انه طول الوقت صوتنا شغال في الملعب، صوتهم وصوتنا يبقى صوت واحد ان شاء الله. الاغنيه دي حلوه حلاوه، فيها كميه حماس مش طبيعي بصراحه. طيب واحنا بنسمع الاغنيه ديت حمود ابو الركب قال جمله حلوه قوي، قال مفيش اغلى من او اغلى على المعلق الرياضي من انه يعلق مباراه زي ديت، زيه زي اللاعب كده، اي لاعب بيلعب في هذه المباراه اهم حاجه في حياته انه يوصل مصر كاس العالم او يشارك في مباراه مصر توصل فيها لكاس العالم، وبالتالي مضطر اقول لابو الركب لو انت اللي هتبدا المباراه ديت وهتعلق عليها اول جملتين ثلاثه هتقول فيهم ايه؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ما فيهاش بدون اي مقدمات، دي مباراه مش مباراه كره قدم، دي مباراه مش مباراه تقليديه ما بين مدرب ومدرب، دي مباراه انت حضرتك قلت من لحظات انه اللعيبه ويبقى صوتنا معاهم كل حاجه اوكي. المباريات دي يا كريم بتتلعب بالمشاعر. أيوة. المباريات دي بتتلعب بالطموح، المباراه دي بتتلعب بالاحلام، المباراه دي بتتلعب بالنيرف اللي عند اللعيب، المباراه دي كل لعيب هيلبس تيشيرت منتخب مصر بكره مش مستني كلام من الجهاز الفني، مش مستني كلام من المديرين، مش مستني السوشيال ميديا. كل واحد حلم في يوم من الايام هو طفل صغير انه بيلعب بكوره واتفرج على كابتن ماجد او اتفرج على رابح او اتفرج على الهداف او حتى كان بيلعب في الكفر والنجع بكوره شراب، مفيش حاجه عنده احلى من اللحظه دي، ولا في حاجه عنده زي اللحظه دي انه يكون مع منتخب مصر في كاس العالم، وانه يكون من الجيل اللي ودى مصر كاس العالم. دي حروف ذهبيه بتتكتب. انت النهارده جيل 90 انت فاكره بالاسم،
جيل 2018 انت فاكره بالاسم، وقائع 90 انت فاكرها بالحرف وبالمليم وبالنكله وبالسحتوت، وقائع 2018 باللحظات بالدقيقه لحظه التراجع، وكره القدم دائما ما تعطيك فرصه للعوده. تعادلنا مع الكونغو في ثواني، صلاح امل على الارض سقف السقفتين رجع الشباب. أيوة. الله يا بلدنا للعظيم مدحت شلبي. طبعا. كابتن مدحت كل التحيه الطيبه ليه، واحد من المبدعين دايما اللي احنا بنحب نذكره دايما بالخير ونسمعه. طيب. والماتشات دي هي دايما بتبقى ماتشاته. فالحقيقه انا سخنت جدا واتحمست جدا وشعرت جدا وحسيت انت طلعت من جوايا باور، ودي شطاره منك. احنا في اخر اليوم هنخلص نخش ننام حبيبي. طيب هوبا، مباراه بكره احنا بنتكلم دايما على الشكل الدفاعي، الناحيه الهجوميه فيها مصطفى محمد. مصطفى محمد له ادوار في الملعب، له ادوار تكتيكيه كثيره جدا. في ناس كتيره بتستنى مصطفى محمد يسجل، يعني انت ليه ما بتسجلش؟ طيب مصطفى محمد ليه ما بيسجلش، وايه الادوار اللي بيعملها في الملعب بتفيد منتخب مصر في هذه المنظومه الدفاعيه الكبيره؟ من اهم اسباب ان مصطفى محمد ما بيسجلش ان نص ملعب بتاع منتخب مصر مطلوب منه ادوار اهم بكتير قوي من صناعه الفرص. ان ده جزء ليه علاقه بالجهاز الفني، وجزء تاني ليه دعوه بقرارات الثلاثه اللي بيلعبوا في خط النص بتاعنا من المخاطره ومن اللعب الكور الطوليه. فده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا ما وصلناش لمناطق في الملعب ان احنا نحصل منها على كور ثابته مصطفى محمد يقدر ان هو يستفيد منها. رقم ثلاثة ان مصطفى محمد بيجهد جدا في تغطيه المساحه باليمين والشمال بعرض الملعب كله على الضغط على ثنائي دفاع السنغال اللي بيعتمدوا عليهم يمكن في اوقات اكتر بكتير من ثلاثي خط النص ان هم يصنعوا فرص عن طريق الكور الطوليه اللي شفنا كوليبالي هرينا بيها في مباراه الذهاب. طبعا غير كده كمان ان في مناطق بتفضى في الملعب زي ما اتكلمنا كريم، ان في مناطق بتفضى في نص ملعبنا على حسب الهجوم جاي منين من منتخب السنغال، سواء عن طريق اليمين وعن طريق الشمال. والفكره ان هم عندهم تنويع، يعني انا ما توقعتش قوي التنويع اللي حصل في مباراه الذهاب ما بين الجبهه اليمين والجبهه الشمال. طبعا التركيز في الشوط الثاني كان على الجبهه الشمال، وشفنا مهارات فردية غير معتادة بالمرة من ساديو ماني في المرور بالكورة وتشكيل خطورة على منتخب مصر. ساديو ماني دي مضايقاني في ايه بقى؟ مضايقاني في فكرة انه الناس عم تقول لك ساديو ماني يا جماعة عدى مننا، ما ينفعش يعدي مننا. ليه ما بينفعش يعدي مننا؟ ساديو ماني بيعدي مع من اعظم مدافعين في العالم. مش كده يا كريم، يعني لما يكون عنده 7 محاولات ان هو يعدي من المنافس بتاعه، يعدي في 6 مقابل كمان الباك الشمال ساليو سيس اللي في نفس الجهه بتاعته يحاول يعدي 3 مرات، يعدي 3، يعني مجموع 9. هقول لك تصوري ده في ايه، وان كان احنا ما اترفناش ده، بس تصوري المرور بتاعه مش سهل ده كان سببه ان احنا مش عايزين نعمل فاولات كتير على منطقه الجزاء، ورغم كده احنا عملنا فاولات كتير. مظبوط. بس انا اقصد انه واضح انه كان في تعليمات ما تخشش جامد قوي، ما يعني مظبوط. سيب مساحه واللي بعديك. وعمر جابر برضو ارهق جدا لان هو كان بيعمل دور امام عاشور بقى في مباراه الفاينل ما قدرش ان هو يعمله. عمر جابر عمل مباراه، انا من وجهه نظري مباراه رائعه، مش بس في المجهود والمجهود الدفاعي والكلام ده كله. عمر جابر لو حد كان موجود في الاستاد وشاف عمر جابر وقفته والكرة مش معانا والكرة بترتد علينا، كانت الوقفة دي تدرس. لا كان متقدم زيادة حتى، وعمر جابر زاد مع محمد صلاح ومحمد صلاح سند عليه كذا كرة، ولا في نفس الوقت كان متأخر زيادة. هو بس في آخر كام دقيقة كان في إرهاق كبير قوي من عمر جابر. يعني برافو عمر جابر إن هو يتحط في الظروف دي في ماتش زي ده ويؤدي الأداء ده، هو وحمدي فتحي. هاي باستثناء الاثنين اللي هيتغيروا، خلاص الاثنين المدافعين اللي هيتغيروا، هل تتوقع اي تغييرات في التشكيله عن مباراه الذهاب؟ ما اعتقدش في مجال ان انت تعمل ده. زي ما هو طبعا تفضل وقال انه عمر جابر بالنسبه لي واحده من افضل مبارياته، مش بس في الحاله الدفاعيه، كمان في حاله الخروج بالكوره. أيوة. خرجنا بالكوره 7 مرات، 4 من ناحيه عمر جابر، من ضمنهم اللمسات الصغيره والقصيره واللعب الكور اللي بتكعب الكور القصيره حتى في الشوط الاولاني. صحيح. طبيعي جدا ان انت ترهق على مدار 90 دقيقه بتواجه واحد من افضل مهاجمين العالم ساديو ماني. عندنا مشكله كريم في الحته دي، احنا يا اما بنأفور قوي في المنافس وبنضخم قوي من المنافس، يا اما بنصغر جدا جدا من المنافس. لازم نقتنع ان سكواد السنغال واحد من اعظم سكوادات الكره الافريقيه المكتمله في اخر السنين كل المراكز. صح، احنا تعودنا ان احنا نلعب سامويل ايتو فيس، جيرمين جنتاب، بيير وومي،
ريجوبير سونج، الكسندر سونج بيلونج، احنا تعودنا ان احنا نواجه النجوم 4-5 كده وتقدر تفوز عليهم. نفس القصه كوتيفوار، يايا توريه، كله توريه، ديدي دروجبا، وكل بقى وقادر كيتا وكل الرجاله دول وبرده بتفوز عليه. وده سر من اسرار الكره المصريه. شوف سر من اسرار الكره المصريه ان الكره في افريقيا مش زي اوروبا. صحيح النجوم دي كلها صنعه في اوروبا، صحيح كل النجوم دي عندها القدره انها تلعب الكره على اعلى مستوى اعلى ليفل، لكن ياسر ابراهيم بخبرته اللي عمره ما لعب في اوروبا، بخبرته في الملاعب الافريقيه، مشاركته مع النادي الاهلي، فتوح في مشاركته مع نادي الزمالك، انت عندك الاهلي والزمالك في مشاركاتهم الافريقيه بيدوك طبيعه للاجواء والمناخ وطريقه اللعب في افريقيا. والنهارده احنا بنتكلم ان مصر هتلعب على ملعب جديد في 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 استاد صحيح. في استاد جديد في في, في دكار واول مره يتلعب عليه، وجرى العرف زي ما بص الكره فيها سكريبت زي كنا بنتكلم على السينما والاوسكار. احنا لسه طبعا متابعين الاجواء اللي بتحصل طبعًا. بحب السينما اصلي فالحاجات دي متابعينها. صناعه السينما ليها تيمه في 32 تيمه، قصه صعود قصه هبوط. صحيح. الكره ليها سكريبت. صحيح. اذا عايز تعرف مستقبل الكره دور في زمان. زمان يقول لك اللي يلعب على ملعب جديد بلاش دي، نجم المباراه دايما بيضيع ضربه الجزاء مش كده؟ مش مظبوط كده؟ ما يشوطش. اللي بيلعب على ملعب جديد دايما ما بيتوفقش في الملعب الجديد بتاعه. يا رب. فيا رب تكون هي دي ايه؟ يا رب. هي دي. يا رب دي تبقى الخير. هي دي. يا رب ان شاء الله. محمود شرفت ونورت، استمتعت جدا. شكرا جدا يا كريم. حبيبي يا محمود. وبك العاده بستمتع جدا بتواجدك معاك. انا بشكرك. شكرا ان شاء الله كده نحتفل بقى المره الجايه باذن الله نحتفل يا رب يا رب يا رب يا رب كلها كام ساعه يا رب ونحتفل ببلدنا يا رب يا رب ربنا يكرمنا في هذه المواجهة. متفائل جدا متفائل جدا إن شاء الله بكرة نيجي هنا نحتفل ونهيص ونغني وشغل كل الأغاني اللي انت عايزها، نقول كلنا بكرة بإذن الله يا حبيبتي يا مصر.